صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شباب. صباح الخير عليك يا دينا، وصباح الخير على حضراتكم. أهلا بيكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا ما فيش شك، الشائعات سلاح خطير. لو عايز تهد أي مجتمع ارمي شائعة زي القنبلة كده، ارمي شائعة وامشي. ده لو أنت بتفكر كده أن أنت تحاول يعني تخلي في عدم ثقة ما بين الناس وبعضها. هي الشائعات، الأخبار الكاذبة مليانة غش وتدليس ومعلومات مغلوطة وقصص وحكايات من وحي الخيال، أساطير ملهاش أي أساس من الصحة ولا علاقة بالواقع. عشان كده بننصح حضراتكم، بننصح نفسنا أنه لازم نمشي على منهج معين في أي موضوع بنشوفه. لازم نتحرى الدقة بعد أي خبر بنسمع عنه، أي معلومة مكتوبة على السوشيال ميديا أو على المواقع أو أي من المنصات على الإنترنت. زمان كان الموضوع يمكن يدينا محكوم شوية، لأنه كنا كتلفزيون كنا احنا المصدر الوحيد للأخبار. صحيح. فده يا جماعة بيعدي على مراحل كتيرة قوي، بيعدي على غرفة أخبار ومحررين ورؤساء تحرير وإعداد وإلى آخره، وبنرجع لأصل المعلومة من مصادرها الرسمية عشان المعلومة تخرج من التلفزيون لحضراتكم. صح. معلومة موثقة واضحة لا لبس فيها. لكن دلوقتي منصات والسوشيال ميديا مفتوحة ملهاش حاكم طبعا. صحيح. علشان كده لازم بنأكد دايما ان احنا لازم نروح للمصادر الرسمية نتحقق منها ونعرف اذا كانت صح ولا غلط. هل المصدر الرسمي المتعلق بهذا الخبر هو اللي قايل على لسانه المعلومات دي ولا لا؟ هل كمان الجهات الرسمية والحكومية هي اللي قايلة الكلام ده ولا لا؟ لو ما لقيتش المعيار ده، ادخل اكتب بمنتهى الشجاعة ان الخبر ده كاذب واللي كاتبه ايضا كاذب. للاسف في بعض الناس كمان يا دينا بتنساق وراء الشائعات وهي ما عندهاش غرض. يعني في ناس مغرضة طبعاً معروفة، لكن في ناس يعني بحسن نية كده ممكن تنساق. الغريبة ان احنا طبعاً احنا دلوقتي بننصحكم طبعاً انه لما يكون في اي خبر بنتحقق من مصادر الرسمية لهذا الخبر. لكن لو حصل وفي ناس انساقت وراء خبر مثلاً وعملت شير لخبر او دخلت في جدال على خبر، لما تتضح الحقيقة لازم نمسح الخبر. بالظبط، منطقي. خلي يعني عندك الشجاعة واعمل كده، نمسح الخبر ونكتب اعتذار لان احنا يعني ساهمنا في اننا نروج لحاجة زي دي. لانه في بعض الناس كمان وهو بينشر الشائعة بيبقى ذكي شوية. ده بالنسبة للناس بقى المغرضة، يعني بيبقى ذكي شوية، بيربط جزء من الواقع ومن الحقيقة بالجزء اللي هو الايه البهارات بتاعته، فبالتالي خليك تصدق. ده هيجبرك على انك تصدق اللي هو بيقوله، هيقنعك بكلامه. ليه؟ لانه هو عنده جزء من الحقيقه، لكن باقي الكلام كله غلط. صح. وده بيقوم بيه على فكره، بيحاول دايما يقوم بيه مجهود كبير مركز دعم واتخاذ القرار في التجذيب للشائعات اللي ممكن بتنتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، وده ليهم دور واضح في اللي احنا بنشوفه. لكن برضو خلي بالكم ان لازم ناخد من مصادر وتستعينوا بيها اثناء تصفحكم او قراءتكم للاخبار. طبعا يعني بنأكد مره ثانيه ان احنا نرجع للمصادر الرسميه، ما ننسقش ورا اللي بيتقال على السوشيال ميديا وصفحات. مجرد مثلا حد ينزل خبر نجري كلنا وراه ونعمله شير ونبدا من غير ما نتحقق منه ان احنا ننشره كمان ما بيننا وما بين بعض. ربنا يحفظ بلدنا وربنا يحفظ مصر من اي شر، وبنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. طبعا اكيد كلنا واخدين بالنا انه في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. عايزين نتعرف اكتر على حاله الطقس النهارده من مصطفى. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا دينا. ما اعتقدش انه يعني انخفاض قوي، بس خليني اقول لك ان يعني استمتع الايام دي، لان يعني موجات الخريف الجميله بتاتي الايام دي. يمكن الخريف بدا بارد شويه. صحيح. ولكن دلوقتي في
يعني اعتداء جابت نزل برد على طول على طول انت عارف الف سلام عليك. فدلوقتي في يعني استمتع دلوقتي بموجات الخريف الجميله، ان بعد كده اعتقد هو هيبقى اكثر بروده. على اي حال خلينا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه في احوال الطقس. النهارده تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم طقس مائل للبروده ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 25 درجة والصغرى 18 درجة، وأقل درجة هتسجل في كاترين بواقع 19 درجة، وأيضا شلاتين العظمى فيها 30 درجة. وحنتابع مع حضراتكم تفاصيل الطقس بالتفصيل ولكن بعد شوية. من الأخبار اللي حصلت امبارح، البابا توادروس شارك في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وفي أكاديمية الشرطة، ونظمت دورات تدريبية طبعا للأفراد والمدنيين بوزارة الداخلية. كمان الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أكدت أنه القاهرة مدينة ذات تاريخ عريق. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت تفقد قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية فعاليات اليوم الثالث اللي أقيمت في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية في مجالات متنوعة. كما اطلع أيضاً على ورش العمل الفنية والمكتبة المتنقلة لوزارة الثقافة والقوافل الطبية وملتقى التوظيف. وشملت الفعاليات على مدار أيامها الثلاثة ندوات تعريفية بالمجالس القومية الثلاثة، المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وقدم كل مجلس ندوة استعرض فيها دوره والخدمات اللي بيقدمها لدعم المجتمع وتعزيز الوعي بحقوق الأفراد والأسرة، مع توضيح وسائل التواصل مع هذه المجالس بما في ذلك الخط الساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم. امبارح وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الداخلية، إن أكاديمية الشرطة وصلت تنظيم دورات تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، قواعد نيلسون مانديلا. وعقدت دورة تدريبية خلال الفترة من 28 ل 30/10/2024 للأفراد والمدنيين بالوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. امبارح قالت المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلاوديا روزباخ إن المنتدى الحضري الـ 12 اللي بتستضيفه القاهرة الاثنين المقبل هو حدث مميز بتنظمه مصر هذا العام، حيث إن القاهرة المدينة ذات التاريخ العريق والنمو السكاني الحضري السريع، كما تمثل أيضاً التحديات والإمكانيات في تحقيق التحضر المستدام. وأضافت روزباخ في كلمتها امبارح خلال أسبوع القاهرة الحضري بالمتحف المصري الكبير على هامش المنتدى الحضري الـ 12 إنه من المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة كبيرة عالية المستوى لكون الحدث الأكبر ذي الصلة بالتنمية الحضرية بالعالم، ومن المهم أن يكون لدينا مثل هذا المنتدى ونحن نعيش في وقت من التغيير والصراعات. محافظات مصر كان فيها مجموعة كبيرة من الأحداث، طبعا أبرزها من المنيا، تخصيص 4 منافذ متنقلة لتوفير السلع واللحوم والخضروات في صملوط، وكمان تم إجراء 63 عملية جراحية بمشاركة 80 جراح من الكوادر الطبية بسوهاج للقضاء على قوائم الانتظار. كمان معانا فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة بحي غرب المنصورة، وكان في برضو الكشف على 890 مريض خلال قافلة طبية مجانية بمبادرة بداية في البحيرة. أخبار تانية من محافظات معانا في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها إن الوحدة المحلية بمركز صملوط شمال المنيا قامت بتوجيه 4 منافذ متنقلة لتوفير السلع والخدمات الأساسية ضمن مبادرة بداية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم المنتجات بأسعار مناسبة، وتضمنت المنافذ المتنقلة السلع الأساسية وبتشمل السكر والرز والزيت ومجموعة متنوعة من الخضروات بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. نظمت مديرية الصحة بسوهاج فعاليات يوم في حب مصر بمستشفى سوهاج العام ضمن الجهود المبذولة للقضاء على قوائم انتظار المرضى بالمحافظة وضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وتم إجراء 63 عملية جراحية شملت عدد من العمليات ذات المهارة العالية. تضمنت العمليات الجراحية وعمليات المناظير ومناظير الجهاز الهضمي والعظام اللي من بينها تغيير المفاصل وتثبيت الفقرات والمسالك البولية والتجميل والأنف والأذن والنساء والتوليد.
أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً مع تأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية ديبي التابعة لمركز رشيد في إطار المبادرة الرئاسية بداية. أسفرت القافلة عن الكشف على 890 مواطن بشكل مجاني من خلال وجود 8 عيادات طبية، وتنوعت أعمالها ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق. شهدت محافظة أسوان ختام فعاليات الأسبوع 11 لبرنامج وعي للتوعية المجتمعية اللي استهدف أهالي قريتي وادي الصعيدة والرمادي إبلي بمركز إدفو وقرية بلانة بمركز نصر النوبة وأيضاً قرية العتمور إبلي بمركز كومومبو، وده لتحقيق تنمية محلية مستدامة ورفع الوعي والثقافة لدى المواطنين بمختلف القرى والنجوع خاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. استقبل مطار مرسى علم الدولي 12 رحلة طيران دولية من بين 164 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى أمس الجمعة، وبتجري السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، وبعدها نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. اختتمت محافظة شمال سيناء الأسبوع البيئي اللي تضمن عدة مبادرات دعا ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم توزيع 200 حاوية بلاستيك وشتلات زينة، وأيضاً عمل ندوات تثقيفية بمسابقات بيئية بجوائز قيمة على مدار الأسبوع لنشر الوعي البيئي بسلوك حضاري تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية مسجدي النور والإيمان بإدارة أوقاف العمرية تاني في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، كما تم انطلاق قافلة دعوية من مسجد العتيق بإدارة أوقاف برج العرب لنشر صحيح الدين الإسلامي. مديرية الصحة بدمياط أطلقت قافلة طبية مجانية بمركز كفر سعد ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. تمكنت القافلة من فحص 1008 مواطن وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان وإجراء 152 تحليل بمعمل الدم و17 تحليل بمعمل الطفيليات وأيضاً فحص 26 حالة بالأشعة. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية نكمل معك فقرة صباح الخير يا مصر. بنرحب بكم من جديد. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة ليلاً في الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلينا نتعرف على التفاصيل عن حالة الجو النهاردة وبصحبتنا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذ مصطفى وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. بدأنا نلحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يعني اقتربنا بالفعل من شهر ديسمبر وهو بداية فصل الشتاء رسميا، ولكن بدايات نوفمبر كيف تبدو؟ هو طبعا يمكن احنا مع بدايات نوفمبر بدأنا نشهد أجواء أقرب الأجواء الشتوية بالفعل، لأن احنا بدأنا من أمس حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتقلبات الجوية في بعض محافظات الجمهورية. يمكن بالأمس سقطت الأمطار على بعض المحافظات وأهمهم محافظة مطروح، كانت أمطار غزيرة ورعدية، مناطق من القاهرة الكبرى كانت محافظة الجيزة، وسط الدلتا، المناطق من الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ. اسمها نوة البلح تقريبا يا دكتورة؟ يعني هو مش معاد نوة بالشكل الكبير، لكن هي كانت الأمطار مؤثرة في بعض الأماكن نتيجة المنخفض الجوي المتعمق اللي موجود في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية رطبة على البحر المتوسط. توزيعات الضغطية دي خلت في بعض التغيرات في الحالة الجوية، وأهمها طبعا كان هو سقوط الأمطار واللي مكملة معانا النهاردة. النهاردة في استمرار طبعا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية في أغلب محافظات شمال البلاد، مستمر معانا يمكن كمان كميات الأمطار هتزيد على محافظة مطروح. يعني النهاردة تحديدا الأمطار هتكون غزيرة بشكل كبير على محافظة مطروح ومناطق كمان من العلمين، مناطق من السلوم، المنطقة دي كلها معرضة للأمطار الغزيرة واللي هتكون طبعا أمطار رعدية وقد يتساقط معها كمان حبات البرد.
تكمل معانا الامطار لمناطق من الداخل دلتا. لكن بكميات اقل. هتكون امطار ما بين المتوسطه الى الغزيره والرعديه على مناطق من محافظه الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه ودمياط وبورسعيد، المناطق الموجوده في شمال الدلتا. كمان امطار بتمتد للمحافظات الداخليه بكميات اقل، فالنهارده لسه في فرص الامطار ما بين الخفيفه المتوسطه والرعديه على مدن الوجه البحري زي المنوفيه الغربيه الشرقيه، مناطق كمان من الاسماعيليه والسويس، مناطق من شمال سيناء وامطار متوسطه. القاهره الكبرى كمان هيكون فيها فرص لسقوط الامطار لكن بكميات اقل، فرص القاهره هتكون فرص امطار خفيفه على فترات متقطعه وممكن تمتد كمان لبعض الاماكن من محافظات شمال الصعيد، فهي امطار متفاوته الشده، شدتها تختلف من منطقه للثانيه وكمان بتكون دايما يعني على فترات متقطعه من اليوم وممكن نلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا، يعني احنا بالامس كانت الامطار في مناطق من يعني الجيزه وما كانتش في مناطق من القاهره، فبالتالي الامطار بتكون دايما في مناطق ومناطق، لكن مهم جدا ناخد بالنا من كميات الامطار لانها مش قليله بالنسبه للاماكن الساحليه وهي اكثر تاثرا بسقوط الامطار. عدم الاستقرار كمان ده مكمل معانا، يعني هيكون في استمراريه لسقوط الامطار خلال الايام اللي جايه، احنا على الاقل لحد يوم الاثنين مستمر معانا الامطار في محافظات شمال البلاد وهي امطار متفاوته الشده. مع الامطار كمان في انخفاض في قيم درجات الحراره، وبالفعل انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره اذا كان فتره النهار او حتى فترات الليل، العظمى فتره النهار على القاهره الكبرى 25 درجه مئويه، وجود سحب هتحجب جزء من اشعه الشمس، ده هيخلي اعتدال في الاجواء بشكل كبير في معظم المحافظات الشماليه، اجواء ما بين المائله للحراره الحاره في المحافظات الجنوبيه، ده بيكون فترات النهار. طب فترات احنا الليل احنا لاحظنا ان يعني درجات الحراره بشكل عام يعني في كل محافظات الجمهوريه بدات تخش في العشرينات، كانت في الثلاثينات قبل كده، هل نقدر نقول ان دي هتكمل معانا لغايه بدايه فصل الشتاء رسميا؟ هي هتكمل معانا اكيد اقل من ال 30، يعني اكيد احنا لحد بدايه فصل الشتاء اكيد قيم درجات الحراره هتكون منخفضه، يمكن هتشهد انخفاض اكتر اقل من المعدل الطبيعي، لا احنا هنلاقي كمان في فصل الشتاء مع شهر 12 قيم درجات الحراره اقل كمان من ال 26 او ال 27 درجه مئويه، فبالتالي احنا تدريجيا كل ما تقدمنا اكتر في النص الثاني من الخريف واقتربنا من الشتاء هنلاقي انخفاض اكتر فتره النهار وفتره الليل، وده طبيعه الفتره دي، احنا دايما بنقول على النص الثاني من فصل الخريف ان هو بتبقى سماته اقرب لسمات فصل الشتاء، اغلب الايام بيكون فيها انخفاض، وحتى لو حصل ارتفاعات ما بتكونش المحسوسه بالشكل الكبير لان بتبقى اعلى من المعدل، فلو اعلى من المعدل واحنا كان المعدل 26 هتكون 28، فبالتالي ما بتكونش محسوسه بالشكل الكبير. صحيح. وخاصه كمان فترات الليل البروده بقت موجوده فيها والبروده مستمره معانا خلال الاشهر اللي جايه، خاصه فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر كمان هنلاقيها محسوسه اكثر في المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، احنا عندنا بعض الاماكن من محافظات شمال الصعيد بتسجل صغرى فتره الليل 13 و14 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء البارده والمائله للبروده موجوده معانا فترات الليل، عشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين يعني الملابس الشتويه هنستنى مع اقتراب فصل الشتاء اكتر، لكن على الاقل نرتدي الملابس الخريفيه الشتويه الخفيفه واحنا خارجين يكون معانا جاكيت شال تجنبا لنزلات البرد، لان هنلاحظ فروق قيم درجات الحراره بين النهار والليل اكثر انخفاضا. صحيح. شكرا لك دكتوره منى الغانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، خلينا يعني نترجم هذا الامر ونتابع درجه الحراره المتوقعه في خلال ساعات هذا اليوم. اقليم القاهره الكبرى ربما له سمة خاصة، القاهرة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18، نفس الحال العاصمة الإدارية 26-16، نشهد انخفاض ملحوظ في محافظات الساحل الشمالي، الأسكندرية 25-20، العلمين الجديدة 24-19، مطروح الأكثر انخفاضا مع وجود بعض الموجات الأمطار التي تصل لموجات أمطار رعدية فيها، العظمى تسجل 22 بينما تسجل الصغرى 19. دمياط من المحافظات أيضا التي تشهد موجات من الأمطار، العظمى ستكون 25 والصغرى 19، كذلك الحال بورسعيد 25-19، محافظات إقليم قناة السويس ربما تسجل العظمى فيها، في الإسماعيلية 27 وبينما تسجل الصغرى 15. السويس نفس الحال 26-16، إذا دخلنا إلى شمال سيناء هنلاقي العظمى في محافظة العريش تسجل
25 بينما تسجل الصغرى 17. كاترين الأقل في درجات الحرارة ما بين كافة محافظات الجمهورية نظراً لحالتها الجغرافية الجبلية، تسجل الصغرى فيها 7 بينما تسجل العظمى 19. طبعا تسجل العظمى 26 والصغرى 18. حلايب 28 22، شلاتين 30 21. نشهد ارتفاع ملحوظ في محافظات جنوب سيناء، المحافظات التي تعتبر من الأكثر اقترابا يعني من الارتفاع الملحوظ، 29 تسجل فيها العظمى في شرم الشيخ بينما تسجل الصغرى 21. الغردقة نفس الحال 29 20. إذا نظرنا لمحافظات شمال الصعيد، تسجل محافظة الفيوم درجة الحرارة 26-15، يعني أقرب شوية لإقليم القاهرة الكبرى. بني سويف تسجل 25-14. الوادي الجديد من المحافظات اللي ربما ستشهد انخفاض ملحوظ في ساعات الليل، الصغرى تسجل فيها 11 بينما تسجل العظمى 28. أسيوط كذلك تسجل الصغرى 13 بينما تسجل العظمى 26. سوهاج تسجل الصغرى 15 بينما تسجل العظمى 27. قنا تسجل العظمى الصغرى 16 بينما تسجل العظمى 29. إذن محافظات الصعيد بشكل عام ذات الظهير الصحراوي ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة، وتبدو في درجات الحرارة العظمى. أعلى درجات الحرارة المسجلة تكون مناصفة ما بين الأقصر وأسوان، وتسجل كلتاهما العظمى 29 والصغرى 17. إذن مشاهدينا، يعني دي نظرة سريعة على أحوال الطقس النهاردة. زي ما قالت الدكتورة منار غانم، اقتراب ملحوظ من فصل الشتاء، النصف الثاني من فصل الخريف بيكون أقرب لفصل الشتاء. العشرينات هي السمة السائدة في درجات الحرارة العظمى، بينما درجات الحرارة الصغرى يعني متفاوتة، ولكن بشكل عام يعني تميل إلى البرودة، وخصوصا في محافظات الصعيد وشمال البلاد. عودة مرة أخرى إلى زملائي في الاستوديو محمد الشاذلي ودينا شرف. إليكم. شكرا لك مصطفى. دلوقتي جه معنا مع أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة مجلس الأمناء بالحوار الوطني هيعقد اجتماع لمناقشة ملف تحويل الدعم، بالإضافة لوضع قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على طاولة المناقشات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراك قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية. وتلقت الأمانة الفنية المقترحات الخاصة بملف تحويل الدعم كمرحلة أولى، بيليها دراسة وتجميع للمقترحات تمهيداً لعرضها على مجلس الأمناء، ثم تنظيم وعقد الجلسات العلنية بحضور كافة الأطياف السياسية وممثلي الحكومة والمعنيين بالأمر، على أن يتبعها عقد جلسات متخصصة بحضور الخبراء والمتخصصين، بيليها صياغة التوصيات النهائية واعتمادها تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم. النهاردة هيشاهد جمهور مهرجان آفاق على مسرح الهناجر عروض تماثيل الوحوش الزجاجية والتار ورحلة البحث عن دنيا، وده بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته 10 دورة الفنان نور الشريف، اللي بتقام على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، وبتبدأ العروض في 7 مساءً بالمجان. ولعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة في تمام الساعة 5 مساءً، وفي 8 هيلتقي الأهلي مع سيراميكا. النهاردة ولعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم أيضاً مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة 10 من عمر مسابقة الدوري، من أهمها مباراة نيوكاسل مع أرسنال في تمام الساعة 2:30 ظهراً، ومباراة ليفربول مع برايتون في تمام الساعة 5 مساءً، في نفس التوقيت مباراة مانشستر سيتي مع بورنموث. النهاردة هنحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامي العدل. أستاذ سامي كان عاشق للفن، جسد أدواره وشخصياته المختلفة باحترافية مطلقة في كل الأعمال السينمائية والدرامية اللي شارك فيها. محطات فنية متميزة في حياة الراحل سامي العدل هنستعرضها مع حضراتكم في هذا التقرير. موسيقى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامي العدل الذي ينتمي لعائلة فنية عريقة هي عائلة العدل، والذي يعد واحداً من مشاهير الفن الحديث في مصر. ولد سامي العدل عام 1946 في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية. عشق سامي العدل كل ما يتعلق بالفن والتمثيل منذ صغره، وكان يبحث دائماً عن أي فرصة تؤهله للعمل في السينما. وبعدما انتهى من مرحلة الثانوية العامة، قرر التقديم في اختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية، وتم قبوله وبدأ في دراسة الفن، وبدأت رحلته مع التمثيل من خلال فيلم كلمة شرف أمام الراحل فريد شوقي عام 1972. تحت أمرك؟ طبعاً هكون موجود، أولاً عشان أشوف بنات رسم بيه، وثانياً عشان أبقى جنبك. حاضر؟ حاضر، ومعايا كل الأوراق. أي أوامر يا فندم؟ تحت أمرك. ركز سامي العدل اهتمامه على الدراما التلفزيونية، وقدم العديد من المسلسلات الناجحة، منها البركان والحراملك وبلاغ للنائب العام وتاهت بعد العمر الطويل وحديث الصباح والمساء ولقاء على الهواء. اشتهر الفنان سامي العدل بلقب حمامة السلام بسبب عقد لقاءات المصالحة بين الفنانين، وكان دائماً مسانداً للفنانين الشباب وداعماً لهم. ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك بها الفنان سامي العدل مذبحة الشرفاء والطريق لمستشفى المجانين والديلر والغواص وأريد خلعاً وكلام في الحب وهروب المومياء. رحل الفنان الكبير سامي العدل عن عالمنا يوم 10 يوليو عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاماً، وشارك في الجنازة والعزاء عدد غفير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي. النهاردة كمان بنحيي ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن كامي، الفنان الأوبرالي صاحب 275 أوبرا عالمية في مختلف بلاد العالم، كمان صاحب البطولة المطلقة في دور الأوبرا عايدة على مسرح الاتحاد السوفيتي. محطات فنية متميزة في حياة الراحل حسن كامي هنستعرضها بالتفصيل في سياق التقرير اللي جاي. أنا وطني بنشد وبطنطن واتباهى بمجدك يا وطنطن، على كل الأوطان متسلطن، رجالتك طول عمرها رجالة. أنا وطني وطني ومتحضر بالرمل الأصفر متخضر. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن كامي الذي قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المختلفة سواء في الغناء أو التمثيل، والتي حققت نجاحاً كبيراً وانتشرت بشكل لافت بين الجمهور كما ارتبط بها وأحبه الفنانون من مختلف الأعمار. إلى جانب ذلك كان مرجعاً لفنون الأوبرا من تعدد دراساته فيه. قدم الفنان الأوبرالي حسن كامي 275 أوبرا عالمية في مختلف بلاد العالم، منها إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا. اكتشفه الفنان محمد نوح وقدم مسرحيات دلع الهوانم لمؤاخذة يا منعم، كما قدم للتلفزيون أكثر من 30 مسلسلاً منها هوانم جاردن سيتي، رأفة الهجان، ألف ليلة وليلة، الخواجة عبد القادر، أنا وإنت وبابا في المشمش، وبوابة الحلواني. إنه كان ليا شغف مقابلة جدتك العظيمة نازلي هانم بنت محمد علي باشا في إسطنبول من 7 سنين بس بالظبط. كما قدم في السينما عدة أفلام منها كونشيرتو في درب سعادة بالألوان الطبيعية وسمع هوس. وحشني وحشاني ألحانك الحلوة. يلا همتك معايا بقى أحسن، أنا مزنوق في مناسبة وطنية وأدي الريس بوظة أهو قاعد مستنيك، يعني مش هسيبكم الليلة إلا والغنوة جاهزة. كانت للفنان حسن كامي تجربة في تقديم الفوازير أيضاً، وحقق نجاحاً من خلالها، وهي فوازير إحنا فين مع سمير صبري وسماح أنور وشيرين سيف النصر، وكانت عام 1994. وحنمشي بلاد وسهول ووهد زي الأساطير ولا نتنمشى. ورحل الفنان حسن كامي عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2018 بعد أن ترك بصمة واضحة في مختلف الفنون.
وتعيش بلادنا منصورة حلوة وجميلة وغنورة شعبها شغال برجولة بيعمر ويخضر بيعمر ويخضر بسواعد مفتولة. انطلقت فعاليات ماراثون دراجات القاهرة واللي تم تنظيمه مشاركة أكثر من 700 دراجة من مراكز الشباب، كمان بحضور ما يقارب 50 من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة وعدد من الرياضيين. طبعا الفعاليات بيتم تنظيمها في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري ضمن طبعا استعدادات مصر لاستضافة المنتدى. تفاصيل أكثر هنعرفها من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ جدنا. يا اهلا بيك يا فندم، ايه ابرز الفعاليات اللي موجوده في ماراثون درجات القاهره؟ هو حضرتك احنا ماراثون القاهره زي ما حضرتك قلت كده على هامش المنتدى الحضري لتصديق مصر ان شاء الله للفتره القادمه. كانت توجيهات معالي وزير الشباب اشرف صبحي والدكتور اشرف والدكتور ابراهيم صادق محافظ القاهره بتنظيم مهرجان للدرجات يضم عدد من شبابنا ورياضينا ويدعو في مجموعه من سفراء الدول الاجنبيه لمشاهده بروق مصر الكدويه ويشوفوا جمال مصر بلدنا جميله ازاي. جميله ومنشاتها. فانطلقنا من امام ديوان عام محافظه القاهره في ميدان عابدين انطلاقا يمينا مع اتجاه الشارع في شارع محمد سليم حتى ميدان محمد نجيب باستمرار في شارع محمد فريد الى نهايته، خروج يسارا الى شارع 26 يونيو، ثم الاتجاه يسارا الى شارع طلعت حرب والاستمرار حتى ميدان طلعت حرب ومرورا بشارع قصر النيل وميدان التحرير، ثم دخولا الى كوبري قصر النيل ونهايه خط السير كان في حديقه الحريه في امام الاوبرا. شارك معانا اكثر من 700 شاب وفتاه غير فريق السكيت كان ماشي معانا. قدمنا في بعض الفقرات الفنيه زي صحفه فنيه في بدايه السباق، فرعونيه زي ما بيبين كده على الشاشه. دخول فقرات السباق كنا بنقدم فقرات الفن الشعبي المصري الجميل اللي لقى استحسان وادى صوره جميله جدا عظيم للانشطه المصريه الاصيله زي الطنوره والفن الشعبي والدبكه والفن الشعبي التعليمي الجميل دوت انتاج ولقى استحسان من جميع شبابنا ولقى استحسان من الوقود والسفراء الاجانب اللي كانوا معانا. ثم انهينا في حديقه الحريه وكان في طاقه فنيه كده برضه بنقدمها في نهايه فتره. طيب حابين نعرف كمان ايه الاهداف بقى والرسائل يعني الخاصه جدا اللي انتم بتقدموها من خلال تدشين هذا الماراثون، وخصوصا في ان احنا طبعا في الايام قليله بتفصلنا عن بدايه المنتدى الحضري المصري في القاهره. احنا بانشطه بنقدمها على هامش المنتدى وبنشوفها ازاي مصر طورت ازاي المناطق الحضريه بقت موجوده على هامش هذا اليوم. امبارح كان عندنا تدشين لبطوله في خماسي كره القدم للمناطق الحضريه اللي عندنا في القاهره في مدينه الاسمرات ومدينه معن ومدينه اهالينا ومدينه المحروسه. ان شاء الله الختام بتاعها هيبقى يوم الاحد اثناء زياره الوفد لمدينه الاسمرات الساعه 3 وبنقدم فيها جوائز ماليه للفائزين الاربعه. الفائز الاول هيسلم شيك ب 9000 جنيه والثاني 8 والثالث 7 والرابع 6000 جنيه. ان شاء الله باذن الله تكون مع وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي والدكتور ابراهيم صاحب محافظ القاهره والوفود الاجنبيه اللي هتبقى موجوده في شوف ايه الوف... مين الوفود الاجنبيه اللي كانت موجوده؟ اللي كان عندنا كان معانا امبارح السفير الامريكي والسفير الماليزي السفير الكويتي والسفير الماليزي والسفير الاندونيسي ومجموعه من السلك الدبلوماسي للدول كانوا مشاركين معنا في مهرجان درجات امبارح. يوم الاحد ان شاء الله هنشوف مين اللي هيحضر معنا هيسجل معنا حضور للوفود وان شاء الله باذن الله نبقى نتابع مع حضرتك كده بالحضور وان شاء الله ندعو حضرتك تحضري معانا تشوفي النهائيات وتسلموا معانا الجوائز باذن الله.
متشرف طبعا يا فندم. اتفضل. فكره يعني الناس تشوف الاسمرات والوفود يشوف الاسمرات زي ما قال فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كده، مفيش دوله في العالم بتعمل اللي احنا بنعمله، مفيش دوله بتدي شقه كامله بفرشها بالفرش بالاجهزه وبتنقل المواطنين اهلنا المصريين اللي كانوا عايشين في المناطق العشوائيه لمناطق حضريه بالشكل دوت، شقق هذا كامله. طبعا ده مجهود كبير جدا جدا لازم يتم القاء الضوء عليه. حاجه مشرفه فعلا. فاحنا قصدنا ان احنا نعمل الدوره الرياضيه في هذه المنطقه عشان نوري الوفود ازاي المنطقه دي عايشه وازاي انتقلت من منطقه عشوائيه. طبعا ده مهم جدا يا دكتور احمد، يعني وزي ما حضرتك قلت كده انه الجوله بتاعت الماراثون جابت شوارع القاهره، وصلنا لميدان طلعت حرب، فشفنا الاحياء والمناطق القديمه، وكمان رحنا شفنا اللي بيحصل من تطوير في المناطق الجديده، وشفنا حي الاسمرات. كنت عايز اعرف بس من حضرتك سريعا ردود فعل المشاركين من سفراء الدول الاجنبيه الموجودين في مصر. الردود كانت كويسه جدا جدا، وكانوا مبسوطين جدا، وده عبروا عنه في نهايه المهرجان في الحفله الاختتامية اللي كنا عاملينها فيها حضرتك القضيه، ومدى السماع والاستحسان اللي قدموه لمعالي الرئيس صبحي ومعالي المحافظ، وشكروهم جدا على هذه الدعوه الكريمه. عظيم. وهم مستعدين ان هم يشاركوا معانا في مثل هذه المهرجانات مرات ومرات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر ليك دكتور احمد عبد الوكيل، وكيل وزاره الشباب والرياضه بالقاهره. انطلقت فعاليات مهرجان دمياط 2024، واللي بيستهدف فعاليات الترويج للمحافظة من خلال تنظيم عدة أنشطة ثقافية وصناعية وسياحية، ده بهدف تسويق للمحافظة في كافة القطاعات. طبعا ما فيش شك المهرجان كمان يدينا بيستهدف إعادة اكتشاف مقومات المحافظة مجددا، وبيتضمن فعاليات متنوعة ومختلفة في كل أنحاء المحافظة، وبيرفع شعار دمياط حاجة تانية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون أستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. هو كده كده يا فندم دمياط حاجة تانية، بس عايزين نفهم منك أكتر فعاليات المهرجان. والله هو المهرجان هو فكرة الغرض منها التسويق لدمياط. دمياط فيها إمكانيات كويسة جدا، عالية جدا، بنحاول نستغل جزء من إمكانيات دمياط. اتعمل مهرجان، ده مهرجان فني رياضي ثقافي، يعني في كل مقومات مشترك فيه، وزارة التنمية المحلية، وزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، وزارة الرياضة، وزارة البترول، بالإضافة للغرفة التجارية. الغرض من المهرجان إن هو يعمل، يعني إحنا بنعلن عن دمياط، دمياط جميلة، دمياط تعالوا زوروا دمياط، اتفرجوا على دمياط، اشتروا من دمياط موبيليا هيبقى فيها عليها خصومات، كله سمك من دمياط، اتفسحوا دمياط، زوروا مطاعم دمياط، زوروا محلات حلويات دمياط. احنا نروح مدينة. انا قضيت طفولتي كلها في راس البر على فكره، كل سنه كنت لازم اصيف في راس البر لان جدتي دمياطيه، يعني فانا بالنسبه لي دمياط دي اساسي في حياتي. طب جميل. يعني طب يعني اخر مره حضرتك جيتي دمياط امتى؟ يعني ممكن من سنه او سنتين تقريبا يعني، بس انا دمياط جميله، دمياط جميله جدا، راس البر جميله جدا 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 يعني. جدا مش محتاجه يعني مهرجان دمياط بالذات، مش محتاجه مهرجان عشان تعلن عن نفسها، لكن هي فعلا شبابها كمان مميز قوي، ان هم نسبه البطاله يمكن صفر في محافظه دمياط، غير كده ان انتوا بتحاولوا دايما تجددوا وتنوعوا في الحاجات اللي بتحاولوا تقدموها للناس عشان تظهروا وتبرزوا جمال المحافظه بشكل كبير. احنا يا فندم بنعمل دعوه لشعب مصر بانه يزور دمياط، يعني دعوه ان انتوا تعالوا زوروا دمياط، استمتعوا بجو دمياط، شوفوا الصناعه في دمياط، شوفوا الاثار احنا عندنا في دمياط، في عزبه البرج مثلا منطقه فيها اسمها طابق عرابي، دي بيتم حاليا الاستعداد لتنظيم المكان دوت بحيث ان هو يستقبل سياح. في عندنا في دمياط فعلا، دمياط فيها كل حاجه، دمياط موقعها، اهلها، هواها وجوها بصراحه، كل شيء كل شيء. راس البر طبعا حضرتك زي ما انت عارفه جميله جدا 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 طبعا. يعني طيب ازاي يا فندم تم التنسيق ما بين كل الجهات اللي حضرتك ذكرتها عشان يخرج المهرجان بهذا الشكل؟ والله الان بالقصه دي طبعا الدكتور ايمن شهابي محافظ دمياط هو اللي جمع كل الجهات دي وتواصل معاهم، وحددنا يوم، حددنا الفتره اللي احنا فيها دي اللي هي من 1 ل 9 نوفمبر، لان دي فتره
بتبقى فتره جميله اللي هي الجو فيها لا هو جو حر ولا هو جو برد، لسه البرد ما دخلش والحر الشديد اللي انت ما تعرفش تمشي فيه في الشارع ده خلاص انتهى. فتحديد الفتره الكلام ده كله اخذ بناء على دراسات وبناء على تحديد، وفي نفس الوقت برضه بيبقى الفتره دي بتبقى فتره هدوء شويه في دمياط، فاللي عايز يبقى راس البر اللي عايز يجي هيستمتع بجو راس البر، يستمتع طبعا بشوارعها الفاضيه، الدنيا جميله يعني. هي عمليه توثيقيه تمت بين جميع الاطراف. يعني هي ايه المناطق اللي تم عمل المهرجان فيها؟ يعني اكيد في راس البر، لكن في ايه تاني في مناطق في محافظه دمياط تم التسويق ليها في هذا المهرجان؟ شوفي حضرتك، في راس البر طبعا عندنا اللسان، وعندنا فندق الموجود في اللسان، على منطقه اللسان. ايوه، في طبعا اتعمل في، هيبقى في فعاليات كتير جدا بتبقى في راس البر، في معرض اساس اتعمل امبارح جنب الفندق على النيل في اللسان، ده اشترك فيه عدد كبير من مصنعين اساس، والزوار اللي كانوا معانا كان معانا نائب وزير السياحه ومستشار وزير السياحه، مجموعه من الزوار، كان معانا الفنان حسن رداد، واتفرجوا على المعروضات الموجوده على اللسان، بالاضافه الى دمياط. في دمياط فيها فعاليات، في ماراثون جري، في مسابقات يخوت، في مسابقات صيد هتتعمل في راس البر، في مسابقات درجات هتبقى، وهيبقى في زي حفلات مستمره، في ندوات، في دمياط الجديده اتعمل فيها امبارح معرض استثمار عقاري، ده تحت اشراف شعبه الاساس في الغرفه، شعبه الاستثمار العقاري في الغرفه التجاريه، بحيث ان احنا يعني كل اماكن دمياط تم استغلالها، دمياط ودمياط الجديده وراس البر. طيب ده جميل جدا يا فندم. احنا شايفين كمان من خلال الصور في شباب كتير موجودين في الفعاليات، ازاي تم اختيارهم وايه طبيعه دورهم في هذا المهرجان؟ انت حضرتك بتتكلم على الماراثون ولا على ايه؟ الشباب اللي موجودين دلوقتي يا فندم في الصور اللي احنا بنعرضها على الشاشه دلوقتي. في طبعا ده الاختيار بناء على دول كله اهالي دمياط، من اهل دمياط تم اختيارهم بحيث ان هم يقوموا بالمهمه دي اللي هي الايه، خدمه المهرجان يعني. تمام، لكن اكيد في شباب من محافظات مختلفه كانوا موجودين، ولا ده يعني ولا شباب دمياط بس؟ لا، هو كله شباب دمياط يعني. ده شباب دمياط ماشي، انا شباب دمياط بس في بقى استعانه بمثلا بمتخصصين في اماكن ثانيه، دي من محافظات ثانيه يعني، بيبقوا اللي كنت اقصده يا استاذ محمد مفهوم طبعا، اللي كنت اقصده انه مش بسال على شباب باقي المحافظات في التنظيم او المشاركه بفعاليات في المهرجان، لا، وجودهم في حد ذاته، لان احنا عاملين المهرجان ده للترويج لدمياط، فطبيعي ان يكون موجود معانا ناس من محافظات مختلفه عشان يقدروا هم كمان يساعدونا في عمليه الترويج في محافظات. مظبوط، وبرده الفرق الموسيقيه والفرق اللي دول كلهم برده من بره دمياط، يعني في ناس كتير من بره دمياط ان هو متخصص في حاجه معينه بيفيدنا فيها في دمياط يعني. احنا طبعا بنتمنى لكم التوفيق في هذا المهرجان، وزي ما بقول مره تانية، دمياط مش محتاجه مهرجان الاعلان والتسويق عن نفسها، لكن هي منطقه جميله جدا ومن اجمل محافظات مصر. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد فايد، رئيس الغرفه التجاريه بدمياط. دلوقتي معاد موجز لاهم الاخبار مع مصطفى. شكرا لك محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار ياتيكم من التلفزيون المصري، اهلا بحضراتكم. رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى من بي بلس إلى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه مصر في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم وتجديد الظروف النقدية. وقد أوضحت الوكالة أن الأوضاع المالية الخارجية لمصر تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات الدولية الجديد، وهو ما تيسر بفضل تحسين إعداد السياسات بما في ذلك مرونة أكبر في أسعار الصرف وتشديد للظروف النقدية. كما تعافت احتياطيات النقد الأجنبي معربة عن ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات الواقع وسط قطاع غزة.
وقد أضافت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات بوصول 3 شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إثر قصف لقوات الاحتلال لمنزل واقع شمال المخيم وسط القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات. وفي السياق ذاته أطلقت الطائرات المسيرة والزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على منطقة النواصي الواقعة غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من أن الوضع في شمال قطاع غزة بات كارثياً. وفي بيان وقعه رؤساء هيئات من الأمم المتحدة منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثية أخرى، قال المسؤولون إن السكان الفلسطينيين بأكملهم في شمال قطاع غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف. وجاء في البيان أن المساعدات الإنسانية لا تتماشى مع حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة، كما أن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة. وأشار البيان أيضا إلى أن العاملين في المجال الإنساني لا يشعرون بالأمان في أداء مهام عملهم ولا يستطيعون الوصول إلى المحتاجين بسبب القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن هناك. أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن 19 شخصاً أصيبوا في منطقة شارون الواقعة بوسط إسرائيل، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إطلاق 3 صواريخ من لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم. كانت خدمة الإسعاف العامة قد ذكرت في وقت سابق أن 7 أشخاص في بلدة الطيرة الواقعة بوسط إسرائيل قد أصيبوا بجروح. وأفادت قوات الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ هناك، وأنه قد تم اعتراض بعضها. بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين هاتفيا مع وزير الشؤون الإسرائيلية الإسرائيلي رون ديرمير الخطوات الضرورية لخفض التصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. وقد ذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن بلينكين ناقش الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع واستعرض الخطوات التي تم اتخاذها من أجل تحسين الأوضاع هناك، وقد حث على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات للمدنيين. وناقش ودرمير الجهود المستمرة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين هناك بالعودة بأمان إلى منازلهم. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر قاذفات B-52 وطائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود، بالإضافة إلى مدمرات بحرية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن عملية النشر ستتم في الأشهر المقبلة. وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إنه إذا استغلت إيران هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح عسكرية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل الرد. أعلنت أوكرانيا أن الجيش الروسي قد نفذ 287 قصفا مدفعيا على منطقة زابوروجيا الواقعة في أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية. وقال حاكم منطقة زابوروجيا إيفان فيدروف إن روسيا استهدفت 9 بلدات تابعة للمنطقة ونفذت 8 غارات على عدد من البلدات الأخرى. وقد أكد المسؤول الأوكراني أنه تم تسجيل 16 حالة تدمير للمباني السكنية والبنية التحتية هناك. تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة الجهود لبناء القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها، واتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى سيناريوهات الحرب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية هناك إن بلاده ستكثف جهودها العملية لردع التهديد العسكري والحفاظ على توازن القوى في المنطقة، وألقى باللوم على واشنطن وسيول في التخطيط لما وصفها بمؤامرات الحرب أكثر من 20 مرة خلال هذا العام، وهو الأمر الذي لم يترك خيارا لبيونغ يانغ سوى العمل على الردع التام من أجل خطر اندلاع حرب نووية على حد تعبيره. وهذه نهاية الموجز، عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفاصل. طبعا ما فيش شك دور مهم جدا بيلعبوا الشباب في مختلف الفعاليات اللي بتستضيفها مصر. من يومين اسكندرية كانت على موعد مع يوم المدن العالمي تحت شعار التغيرات المناخية، ودور الشباب خلال أيام هتستضيف القاهرة فعاليات الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي، واللي بيعتبر تاني أهم مؤتمر بعد طبعا مؤتمر المناخ. صحيح فعلا يا شاذلي، والحقيقة مصر كمان أصبحت رائدة في مجال استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية اللي بالطبع بيكون ليها عائد كبير جدا على كثير من المجالات. تفاصيل أكتر عن آخر الاستعدادات ودور الشباب المهمة في الفعاليتين معانا معاون وزير الشباب والرياضة دكتور مصطفى عز العرب. أهلا بكم منورنا. أهلا بك يا فندم، صباح الخير عليك. صباح الفل. في البداية كده عايزين نتكلم عن يوم المدن وأهميته إيه، وإزاي كمان استعدت مصر ليه، وأهمية استضافة مصر ليوم المدن. هو إحنا يوم المدن تم استضافته من خلال مصر للمرة الثانية أو للسنة الثانية، يعني للدورة الثانية، وكان في مدينة الإسكندرية، وشعاره السنة دي كان شعار مختلف جدا، وهو تعزيز أو تحفيز رواد الأعمال رواد المناخ الشباب في للتغيير. واستضافته مدينة الإسكندرية وكان بتنظيم من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع يون هابيتات ومكتبة اسكندرية. طبعا وزارة الشباب والرياضة كان ليها دور في العمل لهذا اليوم، وطبعا لان احنا في وزارة الشباب والرياضة بنقود العملية الخاصة بالشباب والمناخ من خلال اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، وكان معايا الوزير موجود برضه في الجلسة الرئيسية رفعت المستوى داخل المنتدى، وكلم عن كل اللي بتقدمه الوزارة من أنشطة وبرامج متعلقة بالاستدامة والشباب والمناخ. طيب ده عظيم جدا، هي الفكرة مش مقتصرة فقط على المنتدى الحضري أو العالمي أو يوم المدن، فكرة مشاركة الشباب في كل الفعاليات اللي بتنظمها مصر، إزاي بيتم تأهيل الشباب للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية؟ طبعا يعني الموضوع بدأ برؤية عظيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية إدماج الشباب، وعايز أقول لكم حاجة، يعني إحنا مصر من أوائل الدول اللي بدأت تتحرك بشكل قوي جدا في دمج الشباب في كافة مناحي الحياة، وبشكل ما كمان مصر كانت مؤثر دولي كبير جدا على المستوى العالمي في ان هي اهميه تناول اهميه تواجد الشباب في صناعه القرار وصناعه المستقبل، لان احنا بنتكلم دلوقتي في الاستدامه وفي التغير المناخي ومستقبل المدن، واحنا في سنه 2030 يعني بعد 6 سنين بالظبط هنكون بنتكلم ان 60 او 65% من سكان المدن كلهم هيكونوا من الشباب، وبالتالي او سكان العالم هيكونوا من الشباب، فبالتالي انت حضرتك بتتكلم انك لو الشباب النهارده ما كانش مستعد بشكل كويس او مؤهل بشكل كويس من المعارف والخبرات والقدرات مش هتقدر تعبر للمستقبل، لان الشباب هيفضل هو البوابه للمستقبل دايما، فاحنا لازم النهارده نبقى مستعدين لشكل المستقبل اللي هيكون مختلف خالص عن الماضي اللي فات. هنتكلم في تغير مناخي بيغير شكل كوكب الارض، مواد بتخلص لازم يبقى في ترشيد واداره لاستهلاك هذه المواد، مبادئ الاستدامه بقتش خلاص مجرد نوع من انواع الرفاهيات اللي بنتكلم عليها، لا الموضوع تغير تماما، ده هو بقى اساسيات. احنا في كل وقت وفي كل مكان دلوقتي بنلاقي مواد بتجف، بنلاقي ميه بتخلص. صحيح. بنلاقي مواد طبيعيه بتخلص، تغيرات سريعه كمان جدا، وبقينا نحسها اسرع مما كان متوقع. يعني احنا بنتكلم احنا بقينا 3 سنين تقريبا، يعني عايز اقول لكم السنه اللي فاتت تم تصنيف شهر يوليو هو اسخن شهر حصل على كوكب الارض، فبالتالي بقى يعني الارض بتسخن، المياه بتقل، الزراعه هتقل، المناخ بيتغير، كل ده بيأثر بقى على شكل المجتمعات والمدن والبلاد. يعني المنتدى الحضري اللي هيكون في القاهره ان شاء الله بدءا من يوم الاربعاء نوفمبر، هو مش مختص بس بان احنا بنتكلم عن تطوير المدن والعشوائيات وغيرها، لكن كمان مختص كمان بالتنميه المستدامه للانسان المصري او لبناء الانسان بشكل كبير جدا. شايف حضرتك ازاي ان هو اواكب التطوير ده اللي بيحصل في المدن وغيرها من المناطق، الا ان انا كمان اخليه على مستوى الانسان الشخص نفسه؟
يعني سيادة الرئيس وجه يعني كل التوريات دلوقتي ان هو احنا بنبني انسان وبنبني مكان، لان لو بنينا المكان من غير الانسان فالمكان هيخرب، وبنينا الانسان من غير المكان فالانسان هيهرب، فهنخسر كفاءات كتير جدا. فهي بناء منقسم لاجزاء عديده يعني. المؤتمر الحضري هو مصر بتستضيفه لاول مره، وهو زي ما حضرتك ذكرت ثاني اكبر مؤتمر في منظومه الامم المتحده بعد مؤتمر المناخ COP27 بالظبط، وهو اول اكبر مؤتمر غير تشريعي داخل منظومه الامم المتحده. وهذا المؤتمر يعني دليل على قدرة مصر على ثقلها طبعا السياسي والدولي الكبير انها تستضيفه حدثين ورا بعض كبار بالشكل دوت 2022 و2024. وتاني حاجة يعني شهادة من العالم كله على حجم التطور اللي حصل في الدولة المصرية على كل المستويات. احنا في جزئنا كشباب ورياضة او وزارة الشباب والرياضة بنشتغل على العملية الخاصة بتأهيل وإدماج الشباب في العملية المرتبطة بالمنتدى. يعني وزارة الشباب والرياضة احنا بنشتغل او بننسق عدد من الحاجات المهمة جدا داخل المنتدى، وزي ما حضرتك ذكرتي الإنسان موجود في القلب، فذلك موضوعات المنتدى كلها بتركز عن الإنسان وإشراك الإنسان وخاصة الشباب والأطفال. فاحنا بنتكلم ان احنا بننسق حاجه اسمها اليوث اند تشيلدرن اسامبلي او جمعيه الشباب والاطفال داخل المؤتمر، بنتكلم عن راوند تيبل للشباب والاطفال داخل المؤتمر بحضور صناع السياسات وضيوف رفيع المستوى. هنتكلم كمان عن اعلان الشباب من اجل الاستدامه الحضريه، ده اعلان بيتم تجهيزه بقى اكتر من 3 أو 4 شهور عن طريق الانترنت والجلسات الاونلاين مع الشباب، بيجمعوا الافكار والاراء بتاعتهم عشان يصيغوا بيان يطلع من المنتدى الحضري اللي هتستضيفه القاهره. كذلك يعني حضرتك ذكرت برضه جزء تأهيل الإنسان، احنا عندنا مهم بالنسبة لنا كمان نبني قدرات الشباب بتاعنا. صحيح. فوزارة الشباب والرياضة بتشتغل يعني مع التحالف الوطني ووزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب لبرنامج المتطوعين داخل المنتدى. احنا بنتكلم في 800 متطوع هيكونوا هم اللي بينظموا العملية داخل المنتدى. فالعملية يعني شاملة حاجات كتير جدا. طبعا بقى في اهتمام كمان من اليو ان هابيتات بدمج الشباب، يعني لدرجه ان هم عاملين مسابقه اسمها 5 في 5 للشباب من سن 16 او 18 ل 24 سنه، وهدفها اصلا في المسابقه دي ان هم يضمنوا مشاركه واسعه للشباب داخل المؤتمر وتواجدهم، ويختاروا افضل 5 شاركوا في الفعاليات بشكل ما ورفعوا على السوشيال ميديا وشاركوا في كل فعاليات المنتدى وشاركوها وعلى الجروب اللي معمول عشان يضمنوا ان في مشاركه للشباب فاعله وفي نوع من انواع المنافسه بينهم. جميل جدا. ايه بقى المعايير اللي هنختارها على اساسها المشروعات اللي بيقدمها الشباب او الافكار اللي بيقدمها الشباب؟ وكمان انت ذكرت ان يكون في فعاليات معنيه بالطفل او يعني تخص الاطفال. صحيح. في اطفال موجودين في اطفال كمان جايين من دول كتير جدا، واحنا بنتكلم مثلا على الاسامبلي ودي هتكون مشتركه ما بين خبراء من حوالين العالم، واطفال هيقولوا رسائل جايين من المناطق بتاعتهم من حوالين العالم هيوصلوا رساله لقاده العالم. شباب برضه موجود، شباب من مصر، احنا رشحنا شباب من المميزين في مصر ان هم يكونوا موجودين. طبعا احنا كل ما يبنى حاليا في الدوله المصريه بيربط ما بين تحقيق اهداف التنميه المستدامه اللي بتيجي على اولوياتها مكافحه الفقر، الجوع، الصحه، المدن المستدامه وتصنيع ومكافحه التغير المناخي، الحفاظ على البيئه، كل دي من اهداف الدوله المصريه ومرتبطه كمان بخطه مصر 2030 المستدامه اللي بيتم تحديثها اول باول. فاحنا بنحط في قلب اي مشروع حاليا هو تحقيق الاستدامه، لان المواد بتقل، ولو انت خططت المشروع وهو مش محقق استدامته بمحافظته على المواد واستخدام المواد او تقليل استهلاك المواد كمان، المشروع ده بيتراجع للخلف وبيحط في الاولويه او في قلب المواضيع الاستدامه بشكل كبير جدا. يعني حضرتك يمكن بنتحدث عن المنتدى الحضري ان هو هيكون فيه اكتر من 8 مشاركه اكتر من 38 دوله من دول العالم، يعني فاكيد هيكون فيه وفود من الشباب من دول العالم. هل بداتوا ان احنا كوزاره الشباب والرياضه تبدا تنسق ما بين الوفود لتلقي الثقافات وزياده الخبرات للشباب المتطوعين؟ دي حاجه اكيد مهمه جدا حضرتك اشرت ليها، واحنا بشكل ما يعني حريصين داخل المنتدى. حابب اقول يعني بالنقطه دي ان احنا عملنا حاجه اسمها الفيوتشر جينيريشن زون، ودي كانت مبادره من الجانب المصري او جناح الاجيال المستقبليه. وجناح الاجيال المستقبليه ده هيكون مساحه كبيره جدا داخل المنتدى لاستضافه الشباب من كل دول العالم، تبادل الخبرات، في جلسات هتحصل في انشطه مختلفه عشان تضمن مشاركه للشباب من حوالين العالم. وعايز اقول لك كمان العدد وصل اكبر من 38 كمان. وصلنا كام دلوقتي؟ احنا اعتقد في من الدول ما يقرب من 137 دوله او 140 دوله موجودين، يعني من وفود مختلفه. كان 131 من يومين صح كده؟ ايوه، هو 38 منظمه 131 بالظبط. فالعدد كبير جدا والمشاركه الشبابيه واسعه. واحنا حاطين كمان في الخطه حاجتين، اول حاجه مشاركه واسعه للشباب،
كمان استخدام الرياضه في التطوع الحضري. يعني احنا من الاهداف الاساسيه للتطوع الحضري هو توفير المساحات العامه والمناسبه لممارسه الرياضه لكل المواطنين او كل السكان. ليه؟ عشان الرياضه هي نوع او اداه مهمه جدا للصحه العقليه والنفسيه لكل الناس خاصه الشباب. فممارسه الرياضه وتوفير الاماكن العامه والمساحات العامه الموجود فيها الممارسه دي، لا دي حاجه كويسه جدا، ودي ثاني شهاده للمصر. يعني احنا عملنا طفره كبيره جدا في المنشات وفي الطرق وكذلك في المنشات الشبابيه والرياضيه، وتخصيص الاماكن العامه لممارسه الرياضه، دعم الفتيات لممارسه الرياضه، كل دي حاجات احنا حققناها على طريقنا، وهي موجوده بالفعل في قلب الموضوعات المنتدى واهداف المنتدى لتصنيف مصر ان شاء الله. طيب بالنسبه للمشروعات اللي قدمها الشباب في المنتدى او اللي هيقدمها او اللي هيتم عرضها خلال المنتدى، هل في افكار معينه، هل في خط معين احنا ماشيين عليه في هذه الافكار، وهل احنا عندنا قاعده بيانات بالشباب المصري اللي عنده افكار من هذا النوع؟ تمام، احنا ممكن الاول نقول عن قاعده بيانات الشباب المصري. هو بالفعل احنا في وزاره الشباب والرياضه بنشتغل بشكل ما على الكوادر، يعني احنا بهدفنا او بنشتغل على كل فئات المجتمع، بس النوابغ او الشباب اللي عندهم ملكات معينه احنا بنحاول على قد ما نقدر يكون ليهم نوع من انواع متابعه الخطوات بتاعتهم، دعمهم لما يحتاجوا. كل واحد ليه فايل كده بالظبط تقريبا، يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر يبقى في رؤيه للكوادر المصريه ودعمها كمان. احنا بندعم الشباب في التورد الدولي في حاجات كتير جدا او فعاليات كتير جدا يعني. تاني حاجه في النقطه الخاصه ب ما نضعه في الاولويه، هو في مسابقه اتعملت اسمها عقول، وهي بالتعاون ما بين وزاره التنميه المحليه والزملاء في وزاره التعليم العالي وكذلك اليون هابيتات. والمسابقه دي استهدفوا فيها كمان طلبه الجامعات من كليات تخطيط عمراني وكليات هندسه لتقديم افكار ومشروعات وخطط لتطوير شكل المدن، وازاي نخلي المدن اكثر قابليه للمرونه واكثر صمود قدام التغيرات اللي بتحصل يوم بعد يوم. يعني هيتم اعلان نتيجه المسابقه دي في داخل المؤتمر، هيكون داخل المؤتمر في معرض كمان، المعرض دوت هيعرض كل المشروعات والافكار سواء من شباب مصري او شباب من حوالين العالم. يمكن مصر ليها جناح كبير جدا هيكون في هذا المنتدى، يعني زي ما يكون منتدى داخل المنتدى ايضا. لكن تاهيل وتدريب الشباب المتطوعين بقى تم ازاي؟ برضو لازم يكون تم على اعلى مستوى، واختيارهم كمان تم ازاي؟ اولا بخصوص الجناح المصري، هو فعلا الجناح المصري حاجه مميزه جدا، وعايز اقول كمان ان في الجلسه الافتتاحيه داخل المنتدى هيكون جلسه يقودها الشباب، ودكتور اشرف صبح هيقول كلمه افتتاحيه ليها، هي تبقى اول جلسه يوم 4 الساعه 2. تاني حاجه بقى بخصوص تاهيل المتطوعين، وهي عمليه قامت او تولاها بشكل كبير جدا طبعا الزملاء في الان تي اي او التحالف الوطني والاكاديميه الوطنيه للتدريب، ووزاره الشباب والرياضه كمان بتتعاون معهم في تنسيق هذا العمل. وهي العمليه بدات تقريبا من 3 أسابيع، تم اختيار الناس وابلاغهم، بدا يعملوا لهم زيارات للفينيو او مكان تنظيم الفعاليات عشان يعرفوا اكتر. وعلى فكره السليكشن كريتيريا او المعايير الاختيار كانت حاجه عاليه جدا، واختاروا نماذج كويسه جدا. ايه يعني ايه اهم المعايير؟ اهم المعايير طبعا ان هو يكون فاهم هو ايه المؤتمر، اهميه الحدث. تاني حاجه يكون عنده قدره تواصل جيده مع مختلف الجنسيات ومختلف الثقافات. تالت حاجه يكون عنده بعض القدره على تنظيم مهارات قياديه. كل دي حاجات مهمه جدا في اختيار المتطوعين في اي حدث يعني. فبالتالي يعني الموضوع ماشي بشكل كويس، وان شاء الله شبابنا المصري هيبقى مشرف كالعاده يعني. اكيد. طيب ده جميل جدا. في شباب جديده بتظهر، يعني في شباب اوريدي زي ما انت قلت ان احنا عندنا قاعده بيانات وعارفين كل الناس متميزه في ايه بالظبط، ده بالنسبه للناس الموجوده حاليا. انما في دفعات، في اجيال جديده من الشباب، ازاي بيتم العمل على اكسابهم المزيد، التعرف عليهم في البدايه واكسابهم المزيد من المهارات عشان يكون عندهم افكار تخدم المجتمع؟ يعني حضرتك يعني مسكت لب الرياضه المصريه، وهي الثروه البشريه في مصر. مصر عندها من القدره على الاجيال المتعاقبه بشكل متميز كبيره جدا، ودي حاجه انا شايف انها من اهم ما يميز مصر يعني على المستويين المحلي الاقليمي والعالمي. والشباب المصري متجدد بشكل دائم ومختلف، عشان كده الموضوع ده بيضع علينا مسؤوليه كبيره جدا ان احنا كم اول باول عندنا مراحل استيعاب لهذه الفئات او هذه المجموعات من الشباب، وده بيخلي شكل البرامج عندنا متنوع جدا في الوزاره عشان نضمن ان احنا قاعدين نوصل لكل الشباب من كل المناطق، لان فرصه الوصول دايما مش فرصه متساويه، فاحنا بنحاول نحقق التساوي دوت بشكل لا مركزي كمان من داخل المحافظات من خلال البرامج اللي بنقدمها. احنا عندنا قدره وصول لكل قرى مصر تقريبا، هنتكلم في 5000 منشاه حوالين الجمهوريه بتديرهم وزاره الشباب والرياضه، ما بين مراكز شباب، ما بين مدن شبابيه، ما بين مراكز ابتكار وتعلم شبابي. فبسلسله كبيره من البرامج احنا في الوزاره بتنفذ في السنه تقريبا 350 ل 400 برنامج.
وبرنامج يعني مش حاجه بتحصل وتخلص، لا دي بحاجه مستمره اقل حاجه 3 شهور 4 شهور كل سنه. فبنبقى قادرين ان احنا بشكل ما الشباب يلاقوا طريقهم من داخل انشطه وزاره الشباب والرياضه، وان هم يقدروا يوصلوا للفرصه اللي موجوده اللي احنا بنحاول نقدمها. بندعم الشباب لمراحل متقدمه جدا يعني، وزي ما قلت لحضرتك من شويه ان احنا لو في حد كويس فعلا لا احنا بنسبورت وبندي له فرصه. جميل. ولو في حد عايز يتعلم لا احنا بندي له فرصه ان هو يتعلم ويندمج داخل الناس والمجموعات المختلفه يعني. اكيد، واحنا بنتمنى لكم التوفيق، واكيد هنتابع مع حضراتكم اكيد على مدار الايام القادمه هذا المنتدى الحضري اللي يمكن للتنميه المستدامه العالمي اللي هيكون متواجد في مصر من اكبر الفعاليات بعد كوب 27. بشكرك على وجودك معنا النهارده، نورتنا الاستاذ مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضه، شكرا على وجودك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا احنا بقالنا فتره كده بنتكلم مع حضراتكم عن الانتخابات الامريكيه، حين أن الناخبين الأمريكيين طبعا هيتوجهوا لمراكز الاقتراع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله لاختيار رئيس جديد، وأيضا اختيار كل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعدد كمان من حكام الولايات. صحيح، وكمان يعني خليني أقول لك أن يوم الثلاث من شهر نوفمبر ده يعني 5 نوفمبر تقريبا هيكون يوم من الأيام المقدسة جدا في الانتخابات الأمريكية، واختياره له هيكون قصة مهمة هنستعرض قصتها وحكايتها في سياق التقرير اللي جاي. في انتخابات رئاسية أمريكية شديدة التنافسية مثل انتخابات 2024 يصبح الطريق إلى البيت الأبيض محفوفاً بالمخاطر والمفاجآت، خاصة وأن حسابات المجمع الانتخابي التي تملك الكلمة النهائية عن حسابات التصويت الشعبي. وبعيداً عن صخب الساسة واكتذاب الناخبين بالبرامج الانتخابية المعتادة، لجأ كلا المرشحين لمحاولة أخرى وأخيرة لاقتناص أصوات الناخبين عبر رموز القوة الناعمة ومتابعيهم، علها تقلب موازين التصويت رأساً على عقب. وفي إطار تلك المحاولة أعرب ترامب ذو الخلفية الفنية السابقة عن شعوره بالغضب بسبب قلة دعم المشاهير له والذين كانوا زملاءه يوماً ما، على عكس المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس التي أعلن غالبية النجوم قرارهم بالتصويت لصالحها، بل وقاد بعضهم حملات ترويجية في مختلف الولايات خاصة المتأرجحة منها لكسب أصوات الأمريكيين لحقيبتها الانتخابية. في المقابل حرصت حملة ترامب على مهاجمة تيار المشاهير الذين زاروا عدداً من الولايات المتأرجحة نيابة عن حملة هاريس، وخلال تجمع انتخابي في جرين باي بولاية ويسكونسن حظي ترامب بدعم كبير من نجم كرة القدم الأمريكية بريت فافر الذي شارك ترامب في حملته كمرشح جمهوري للرئاسة في الأسبوع الأخير قبل يوم الانتخابات. هكذا حدد المرشحان أولويات مختلفة لهم في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، كما حرص نوابهم أيضاً على جذب أصوات الناخبين، حيث صرح المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس فانس بأن التصويت لترامب يمثل تصويتاً من أجل تغيير حقيقي وضد احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة. أما نائب هاريس تيم وولز فقد وصف ترامب بأنه يهتم بنفسه فقط ولا يكترث بما يحدث للطبقة الوسطى. أجواء مشحونة واستثنائية تعيشها الولايات المتحدة إبان انتخاباتها الرئاسية، أجواء دفعت الناخبين للإعراب صراحة عن قلقهم من الانتخابات هذا العام أكثر مما كانت عليه في انتخابات عام 2020 والتي خسر فيها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن. ووسط هذا كله تبقى صناديق الاقتراع هي الحاسمة لمعرفة من يقود البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة وكيف سيكون شكل الولايات المتحدة في تلك الفترة. في مدينة اسمها مدينة الأورين في محافظة الشرقية، هذه المدينة بتشتهر بزراعة أشجار النخل بجميع أنواعه،
طبعا ده بسبب الظروف المناخية اللي موجودة هناك بتساعد على نجاح زراعته، وتنوع كمان طبيعة التربة ما بين طينية ورملية وعميقة وجافة، علاوة على أنها من الزراعات قليلة التكلفة وفي نفس الوقت بتحقق عائد مادي مجزي بالنسبة طبعا للناس. صحيح، كتير من الأهالي بمدينة القرين يعني بيحبوا الثمرة دي جدا، وهي مصدر دخلهم الأساسي كمان، أي قائم على النخل. لما بتتمشى كده في الشوارع القرية لازم بتلاقي قدام كل بيت نخلة مزروعة. تعالوا نتابع التقرير. حصاد البلح في مدينة قرين، النخلة دي نخلة مباركة أصلا، يعني ذكرت في القرآن الكريم 20 مرة وفي الأحاديث 300 مرة أو أكثر من 300 مرة، وربنا رزق أهل قرين بيها كمصدر أساسي من مصادر الرزق بتاعتنا. يعني إحنا بنعتبر النخلة دي من أساس اقتصاد القرين، لأن ما في بيت أو ما في حد عنده إلا ما عنده نخل، ومش نخل أو اتنين، لأ ده في ناس عندها بالخمسين نخلة، بالستين نخلة، بالمئة نخلة، وده محصول أساسي في القرين. المدة بتاعت الحصاد بتاعته 9 شهور، يعني عامل زي الإنسان بالظبط. بيبدأ التلقيح بتاعه من شهر 1، نبدأ الحصاد في شهر 9، بياخد 9 شهور وتسعة أيام زي الست بالظبط. حتى الرسول كان بيقول عليه الصلاة والسلام إنه هو زي الإنسان. طبعاً البلح في القرين يعتبر ثروة قومية داخل القرين، وبيهتم بيه كل كبير وصغير في البلد، يعني من أول المواطن الصغير لحد المواطن الفقير، المواطن الغني، المواطن اللي عنده دخل. يعني عندك على سبيل المثال مثلاً لو في حتى سيدة ما عندهاش دخل معين، أو امرأة معقولة بتربي في أطفال أو حاجة، بتستغل الموسم دوت بأنها بتجمع الرطب وبتعمله عملية إعادة تدوير أو إعادة صناعة، بتصنع منه العجوة. يعني مثلا بتشتري البلح، هنا طبعا في البلد بيكون سعره رخيص لو قارناه بالمدينة، فبتعمله هي حاجة اسمها فديغ، بتفدغه وتنشفه وتجمعه طول البلد، ممكن تفضل طول السنة تاخد منه وتعمل عجوة، فبيكون مصدر دخل ثابت أو سنوي ليها. الشغل السنة ابتدى معانا يوم 20/8، ابتدينا اللي احنا نهز أو نجن البلح. النخل حضرتك بنهز يومين ويوم، يعني بمعنى النهارده وليكن الاثنين، يبقى الثلاث والاربع لا، الخميس جمعه وسبت لا، يوم احد يبقى يومين ويوم. دي بالنسبه لجن الرطب. الرطب دي لازم ينجني يومين الصبح بدري، واخد بالك، عشان خاطر البلح ما يسحش منه. دي بالنسبه للنخل الحياني. طب احنا بنجنيه ونوديه لوكاله. لوكاله بتوديه سوق العبور، او مثلا الفريش اللي بيفرشوا فاجوس او الزجازيق او الفريش اللي هم البلدي. تمام؟ دي بالنسبه لجيبانه، وبالنسبه للتسويق بتاعه. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا. إلى التفاصيل، فريق الزمالك فاز على البنك الأهلي بنتيجة 3-2، وده في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. أما فريق الاتحاد السكندري فقد حقق الفوز على فريق فاركو بهدف نظيف، وده في المباراة اللي جمعتهم في استاد برج العرب في إطار الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. فريق بتروجيت تعادل مع فريق بيراميدز بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم باستاد الدفاع الجولي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في الموسم الجديد.
أما فريق الأهلي فقد اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا في المباراة اللي هتتلعب النهاردة الساعة 8 مساء على استاد السلام. قاد الفريق ميران اليوم بعد راحة لمدة 24 ساعة حصل عليها، وبدأ الميران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ثم فقرة بدنية بجانب ميران قوي لحراس المرمى. فريق بايرن ليفركوزن تعادل سلبيا مع فريق شتوتغارت في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم. يحتل بايرن ليفركوزن المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة، أما شتوتغارت فيأتي في المركز السابع برصيد 13 نقطة. رابطة لاعبي كرة القدم للمحترفين كشفت عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، واللي شهدت وجود نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن اليوم الجمعة أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي روبرت أموريم مدير سبورتنج لشبونة البرتغالي، وده خلفا للهولندي إيريك تين هاج اللي تمت إقالته مؤخرا. وقع المدرب مع مانشستر يونايتد حتى شهر يونيو لعام 2027 مع خيار التمديد لعقد عام إضافي. وبكده خلصت نشاطات الرياضية، نعود مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بصحبة محمد الشاذلي مدير شرف. شكرا لك يا مصطفى. امبارح كان في عدة مباريات قوية جدا ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري. المباراة الأولى جمعت ما بين الاتحاد السكندري وفاركو، فاز بيها الاتحاد بهدف نظيف. كمان اتعادل فريق بيراميدز مع بتروجيت 1-1. المباراة كمان الثالثة كانت ممتعة وجمعت ما بين الزمالك والبنك الأهلي، وانتهت بفوز الزمالك 3-2. أما النهاردة هيلعب في نفس الجولة الأهلي وسيراميكا والإسماعيلي وغزل المحلة. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذه المباريات من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الكابتن عمرو الخشاب الناقد والمحلل الرياضي. صباح الخير عليك. صباح الخير يا محمد، صباح الخير على دينا، وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. نبدأ على طول بفوز الاتحاد السكندري على فاركو، شفت المباراة إزاي وهل كان فوز مستحق؟ بص، يعني الاتحاد السكندري بداية جديدة مع مدير فني يعتبر متمرس لحد ما في الدوري المصري بابا فاسيليو، طبعا ليك تجارب قبل كده سواء بتتكلم على وادي دجلة من كام سنة، ثم طبعا بتتكلم على البنك الأهلي وفرق أخرى يعني، فبالتالي هوية جديدة، ده ما بيميل هوية الاستحواذية أكتر، فلسه برضه ما تقدرش تحكم حكم مطلق، لكن بداية جيدة، بداية مميزة لجمهور اسكندرية. يعتبر بتفكرنا بنفس البدايات اللي كانت من الموسم قبل الماضي لما كان المدير الفني الكرواتي مع الاتحاد السكندري، لكن طبعا احنا محتاجين نشوف استمرارية في الفوز الاتحاد السكندري عشان خاطر يدي طمأنينة كده لجمهور الاسكندرية ان انت محتاج تشوف الاتحاد وكل ومعظم الأندية الجماهيرية في بطولات افريقيا الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الزمالك كمان كان ليه مباراه مع امبارح مع البنك الاهلي، شفت اداء الزمالك ازاي خاصه يعني بعد مباراه السوبر المصري وخسرته ليها، كان يعني متوقع ان هو هل الاداء هيتراجع هل يكون كويس، لكن النتيجه كانت 3-2. شفت الاداء امبارح كان ازاي؟ بصي، هو الزمالك دايما على يعني موعد كده في الاهداف القاتله مع البنك الاهلي، يمكن امبارح عبد الله سعيد سجل الهدف رقم 130 ليه في الدوري المصري، بيعتبر اكتر لعيب سجل اهداف في الدوري المصري منهم 35 ضربه جزاء. بتتكلمي على يعني ده يمكن ثالث مره الزمالك يكسب البنك الاهلي في اوقات زي ما قلت لك قاتله، 2002 الهدف الشهير بتاع يوسف اسامه نبيه، السنه اللي فاتت 2023 هدف شيكابالا في دقيقه 96، وامبارح هدف في دقيقه 97. لكن برضو كل ده محمد ما يقللش من قيمه وجوده افكار كابتن طارق مصطفى ومدير الفني البنك الاهلي، وازاي قدم مباراه بصراحه جيده جدا جدا، خلى دايما الزمالك يعني محصور في الثلث الاولاني، في كان عاجز على الخروج بالكوره، يمكن كان الحلول اللي دايما بيرجع ليها جوميز هو نزول عبد الله سعيد الاستلام ما بين قلبين الدفاع والاستلام او التمرير الطولي في خلف المدافعين. يمكن البنك الاهلي كان في اغلب المباراه كانت افضل من نادي الزمالك، وابتدى يستغل يعني بطء احيانا قلبين الدفاع سواء المسلوسي او حسام عبد المجيد يعني كل ده ناتج عن ان فعل البنك الاهلي لمس الكوره داخل منطقه جزاء نادي الزمالك حوالي 18 مره، وده رقم خلي بالك كبير كبير، ان انت بتلعب يعتبر فرق مش كلاس ايه وانت بتحرجها كاهلي او كزمالك، وده اللي هنتكلم عليه اكتر برضو على سيراميكا. لكن المجمل عام
الزمالك قدر يستغل بعض الاخطاء الفرديه على مستوى اللعيبه او مستوى يعني جوده اللعيبه في البنك الاهلي، خصوصا في التلت الاولاني او التلت المدافعين، سواء محمد بسيوني في الكره العرضيه اللي كان سيء فيها فعلا، محمد بسيوني زهير الايمن البنك الاهلي قبل الهدف الاول نادي الزمالك ثم بعد كده التسديده كانت تغفيله كده كانت بالظبط كده الله يرضى عليك، ثم بعد كده الهدف الثالث اللي طبعا جه في وقت قاتل جدا نتيجه ضربه جزاء، وطبعا نتيجه لمس الكوره قبل ما تبقى فول، ورجع كابتن محمد عادل لتقنيه الفار، ثم بعد كده رجع احتسب واكد ركله الجزاء، وهدف مميز عبد الله سيد في وقت قاتل. لكن المجمل عام ده بيدي برده جرس انذار لنادي الزمالك ان انت برده داخل امام دوري صعب، دوري قوي، لازم جوميز يبتدي يفكر في الصفقات اللي هو محتاجها في يناير الجاي، عشان برضو حتى الان سكواد نادي الزمالك لسه برضو يعني ينقصه بعض العناصر على المستوى الامامي وكمان في على المستوى الدفاعي برضو. طيب انا عايز اتكلم بقى طبعا مش عن اداء نادي الزمالك كله، لا انا عايز اتكلم فقط بس عن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد سامة وكواليتي زي ما بنقول، وان لعيب يكون في السن ده وبالاداء ده ما شاء الله عليه، يعني اعتقد ان دي عقليه، يعني هو الراجل عنده رؤيه يعني وقاعد بيفكر ويخطط، الموضوع مش ماشي كده. بص يا محمد، استحاله يكون بسم الله ما شاء الله يعني ولا حول ولا قوه الا بالله 39 سنه ويوصل المستوى ده من فراغ، استحاله يكون الموضوع صدفه. بتتكلم على راجل بيهتم بادق التفاصيل الشخصيه لنفسه، على الاكل، على الشرب، على التدريبات سواء البرايفت او مع على الجمعيه، بتتكلم حتى على جزئيه التحليل الفردي ليه ده، وشفنا كذا تصريح ليه دايما بيهتم بالتقنيات المعينه المتعلقه بالتحليل الفردي سواء تقنيه الفيديو او حتى مع محلل اداء معين خاص بيه، يعني بيبتدي حتى يشتغل على بعض الاخطاء حتى لو تكنيكيه بسيطه جدا، يعني كل التفاصيل دي وغيرها بياكد ان عبد الله سعيد كل ما ازداد يعني كبر سنا كل ما ازداد رونقه وبينسجم بسرعه كمان، يعني بالظبط مع الاهلي مع بيراميدز مع الزمالك في اي اسلوب لعب عبد الله سعيد مناسب ليه، اسلوب لعب اللعيب بيلعب فرقه بتلعب لعب مباشر على المرمى، فريق بيلعب يعني اسلوب لعب استحواذي اكتر، فعبد الله سعيد ايا كان الفريق اللي بيلعب معاه وطبعا بمعظمه فرق كبيره يعني بيتاقلم سريعا، ان هو عنده فعلا من التقنيات ومن الوعي التكتيكي على اعلى مستوى. عبد الله سعيد زي ما قلت لك امبارح في بدايه كلامي سجل الهدف 130 ليه منهم 35 ركله جزاء، عبد الله سعيد سجل الموسم ال 19 على التوالي عشان يكون تاني اكتر لعيب تسجيل الاهداف في متتاليه، يعني بعد حسام حسن طبعا كابتن حسام حسن مدير الفني منتخب مصر سجل 20 في 20 موسم متتالي، فعبد الله سعيد يزداد رونقا ويزداد تحقيقا الارقام القياسيه يعني. طيب امبارح برضو كان في مباراه مهمه ما بين بيراميدز وبتروجيت، بيراميدز يمكن 1-1 النتيجه، هل اداؤه شفته ضعيف في قصور في بعض الاماكن او في بعض في الدفاع في الهجمات، شفتها ازاي امبارح المباراه؟ بصي برضو خلينا نحط كل الامور في سياقها، سواء بيراميدز او الاهلي او الزمالك، هما بينزلوا دينا مش بيلعبوا نفسهم، بيلعبوا الفرق، والفرق دي بتدرس ايجابياتهم وسلبياتهم. فبتتكلم بتروجيت امبارح مع المدير الفني المحنك كابتن سيد عيد اللي كان اكتر من سبب رئيسي في صعود كذا نادي للدوري الممتاز، وصمم ان هو يكمل مع بتروجيت، وكان تصميم اداره بتروجيت وكان تصميم جيد. دايما احنا بنشوف الفرق اللي بتصعد من الدرجه الادنى للدوري الممتاز بيتم تغيير المدرب على طول، ما اعرفش بحس يعني يجيبوا المدربين اكثر تمرسا، فده طبعا بيبقى الامور سيئه جدا، لكن قرار جيد جدا من اداره بتروجيت هنا يعني تستمر كابتن سيد عيد المدير الفني المحنك. فبتكلمك امبارح قدر بتروجيت تستغل اخطاء كثيره لنادي بيراميدز، خصوصا دايما بيراميدز بيلجا للدفاع المتقدم، فبالتالي كان في مساحات خلفه، فبالتالي دايما بتروجيت في الشوط الاول تحديدا لعب حوالي 7 كور طوليه منهم 4 كور كانت مميزه للمهاجم بتروجيت اللي سجل هدف، وكان في هدف اولاني ولكن تالق طبعا الشناوي شالها، ويعني يعتبر كان يعني اكس جي بتاعه الهدف كان متوقع يعدي نسبه 2.10. فانت بتتكلمي مدير فني محنك قدر يستغل بعض السلبيات لبيراميدز، وفي نفس الوقت بيراميدز برضو حتى الان بيعاني من كميه اهدار الفرص، جوده لعيبه على الثلث الاخير على اعلى مستوى مع مدير فني بيعتبر مميز جدا يوريتيتش، وهو استكمال لكابتن ايهاب جلال رحمه الله عليه، وبرده مع تاكيس جونياس قدر يعمل التوليفه المناسبه للفرقه تلعب لعب مباشر اكتر على المرمى. لكن حتى الان يزار بيراميدز بيهدر نقط في الاول يعني وارد جدا يبتدي يعاني منها في الاخر، لازم بيراميدز يبتدي يستغل الكم الهائل من الفرص اللي بيصنعها، خصوصا تحديدا الشوط الثاني بيراميدز محمد كان افضل بكتير جدا وصنع اكتر من كوره. بيراميدز الشوط الثاني سدد حوالي 12 تسديده منهم 5 اون تارجت، وده طبعا تالق عمر صلاح حارس مرمى بتروجيت، فده بياكد ان بتروجيت فعلا قدم اداء مميز جدا
على سياق الدفاع تحديدا في الشوط الثاني، وبيراميدز على الرغم من تعادله لكن برضو قدم مردود ايجابي جدا في الشوط الثاني، وكان على وشك يسجل هدف التقدم وكان ممكن يخرج فايز باثنين وثلاثه، لكن طبعا لولا تالق حارس مرمى بتروجيت النتيجه انتهت 1-1. طيب احنا قبل ما نتكلم عن المباريات بتاعه النهارده، عايزك تقولي كده رؤيتك للي شفته من مباريات الامس. هل انت شايف ان الفتره دي احنا في بدايه دوري مختلف شويه عن كل السنوات؟ الانديه الجماهيريه بتتساوى مع انديه الاستثماريه وانديه الشركات، كله بيأدي، كله داخل سخن في البدايه عشان يبتدي يحصل نقاط وما يعانيش في النهايه. بص الدوري اللي الموسم ده فعلا زي الكلمه اللي بتتقال بقى لنا فتره بنسمعها، دوري استثنائي. مش استثنائي بس ان هو مضغوط كمده، وده كان من الطبيعي ان انت تبدا دوري طبيعي جدا زي دوري في العالم في شهر 9 او حتى 8 وتنهيه في شهر 5، لكن طبعا الامور صعبه جدا بقى لنا 3 4 5 مواسم محمد بنعاني من الجزئيه دي. يمكن القرار الامثل او الاميز اللي اتاخد في يعني من حوالي شهر من الرابطه ان انا خلاص هنظم دوري مضغوط شويه، يعني يعتبر شكل جديد يعني بيتم اخذ صوره منه مصغره من الدوري البلجيكي. الدوري البلجيكي يخلص بدري بالظبط، يخلص بدري دور واحد كامل. طبعا معظم الساده المشاهدين ممكن مش عارفين الدوري الجديد انظامه، دوري باختصار شديد يا محمد ان الفرق هتلعب بعضيها كدور واحد دور متكامل طبقا للقرعه اللي اتعملت، طبقا يعني التنقيه الصناعيه اللي هي عملت القرعه بديهيا بدون اللجوء للعامل البشري عشان خاطر ما تبقاش فيه ماتشات في الاول بيبعدوا فرق عن اخر، فده طبعا كان معظم الفرق بتعاني من القصه دي من السنين اللي فاتت. صح. مع طبعا دور تاني هيتقسم جزئين، جزء 9 فرق هتقابل يعني هتقابل بعضها من اجل المنافسه على لقب الدوري، ومن المركز العاشر للمركز ال 18 محمد من اجل البقاء في الدوري، وده بيخلي الدوري اجابه على سؤالك الدوري بيزداد صعوبه ان كل ماتش كل فريق محتاج الثلاث نقط. انت ما ينفعش تعتمد ان الدور التاني انت هتجمع نقط، ان مفيش دور تاني، فبالتالي انت لازم كل ماتش تنزل من اجل الفوز. حته تقول لك برده من ضمن الاكليشيهات اللي بنسمعها، الفريق بيلعب على التعادل، انت لعبت على التعادل بنسبه كبيره هتخسر. صح. مش هتقدر تعوض، فبالتالي هتقدر يعني او هتبقى عندك عائد سلبي الدور التاني اللي هو اصلا ما يسمى بالدور التاني اللي مش موجود. انت هتلعب يا من اجل المنافسه على الدوري او من اجل البقاء على الدوري. ده بيخلي كلامك ان بيخلي الدوري من اول الموسم او تحديدا منذ بدء الدوري من حوالي 3 ايام اكثر تنافسيه، كل الفرق بتلعب لحد ما اوبن جيم، عاوزه تكسب، عاوزه تجيب اكتر عدد من الاهداف عشان خاطر تامن نفسها. بالظبط، تامن نفسها. طبعا في فرق لسه لحد ما خدتش الفورمه الماتشات، لكن لو الامور ما اتلحقتش في الثلاث اربع خمس اسابيع الاولانيين ممكن الفرق دي تبتدي نحط عليها علامه استفهام ان هتبقى من ضمن الفرق اللي هتبقى طبعا من القسم الثاني او الجزء الثاني من جدول الدوري او التسع الفرق اللي هتصارع من اجل البقاء في الدوري. نجم ثلاث قارات وطبعا هو تأهل لنصف نهائي الانتركونتيننتال النادي الأهلي، هيلعب النهارده مع سيراميكا مباراة قوية جدا. هل هو بنفس الرونق والاستعدادات الخاصة اللي كان فيها يعني حصد عدد كبير من البطولات الفترة اللي فاتت؟ فأكيد هو في يعني زي ما بيقولوا كده في قمة عطاء، ويعني لعبه هيكون مميز جدا. سيراميكا هتكون دورها ايه قدام الأهلي النهارده؟ بصي طبعا مبروك لجماهير النادي الاهلي والشعب المصري بصفه عامه طبعا على فوز النادي الاهلي بالانتر كونتيننتال او بالافرا اسيويه اللي هي مسمى الاصغر من الانتر كونتيننتال، وطبعا صعوده للسيمي فاينل وباذن الرحمن يوصل ابعد ما يقابل ريال مدريد في النهائي ان شاء الله بدون مقاطعه. لكن في نفس الوقت خلينا برضو نحط الكلام في سياقه يدينا، دايما كولر عنده بعض الامور اللي بيقدر يستغلها كابتن ايمن رمادي مدير فني المحنك اللي شايفه بوجه النظر المتواضع الافضل مدير فني مصري في الساحه حاليا، مدير فني بيقدر يتعامل تحديدا مع النادي الاهلي، مدير فني يعني احرج النادي الاهلي في السوبر مش اللي فات ده كمان، تكلم السوبر العام الماضي وحتى في ماتشات الدوري دايما بيقدر يعني يخلي الامور الايجابيه لصالحه اكتر من السلبيه. مدير فني عنده شيء من الاتزان الفني، دايما بيستغل بعض الثغرات الفنيه للنادي الاهلي اللي على الرغم كل الفرق ممكن تدرس النادي الاهلي على المستوى الايجابيات سواء يعني هجوميا او دفاعيا، لكن هو عنده بعض الامور التفصيليه كده اللي هنتكلم عليها اكتر باستفاضه سريعه مع الساده المشاهدين. فبالتالي ماتش دايما الاهلي وسيراميكا من الماتشات اللي انا اقول لك دلوقتي من الصعب نتوقع او نقدر نقول او نجزم بنسبه 90% او 95% ان الاولويه تبقى النادي الاهلي، ان برضه بيقابل زي ما قلت لك كولر مدير فني متمرس في اللعب امام النادي الاهلي. طيب احنا كمان عندنا الاسماعيلي وغزل المحله واثنين من الانديه الكبار جدا وليهم قاعده جماهيريه عريضه، المباراه هتكون عامله ازاي؟ ماتش من الماتشات اللي احنا كلنا كمحبي الكوره او متابعين الكوره مستنيها طبعا، اخر يمكن اخر ماتش جمع بينهم الموسم قبل الماضي لما كان غزل المحله متواجد في الدوري الممتاز. الاسماعيلي بيقول لك بصوب الجديد طبعا يعني استكمالا
للقياده الفنيه لحمد كابتن احمد ابراهيم مدير الفني طبعا اللي كان يعني قبل كده الاسبق للنادي الاسماعيلي ثم تولى القياده الفنيه دينا بعد طبعا رحمه الله عليه كابتن ايهاب جلال. فماتش انا شايفه هيكون ماتش فيه جزء كبير من الاندفاع البدني، جزء كبير من ان انا استعجال الفوز، وده ممكن ياثر على نتيجه المباراه. لكن في الاول وفي الاخر احسن ما في الماتش هي الجماهير اللي تبقى متواجده. فريق غزل المحله من الفرق بتلعب لعب مباشر اكتر على المرمى، فريق الاسماعيلي بيحاول يكمل هويته مع كابتن ايهاب جلال رحمه الله عليه، مع طبعا المدرب اللي كان المساعد الموسم الماضي كابتن حمد هوية الاستحواذية. فاثنين مدربين مختلفين عن بعض، فريق بيلجأ للاستحواذ أكتر من الكرة المباشرة، وفريق غزل المحلة بيلجأ الكرة الطولية. لكن في الأول في الآخر يا محمد بإذن الرحمن هنستمتع بمباراة مميزة إن شاء الله، فرقتين جماهيرتين إن شاء الله. كل الشكر ليك طبعا المحلل الرياضي كابتن عمرو الخشاب، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك، شكرا ليك. مشاهدينا هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز التاسعة لأهم الأخبار مع الزميل مصطفى كفافي. شكرا لك دينا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مصر الائتماني من ماينس بي إلى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه مصر في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم وتشديد الظروف النقدية عليها. وأوضحت الوكالة أن الأوضاع المالية الخارجية لمصر قد تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات غير المقيمين بها إلى سوق الدين وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديدة، وهو ما تيسر بفضل تحسين إعدادات السياسات هناك، بما في ذلك مرونة أكبر في أسعار الصرف وتشديد للظروف النقدية. كما تعافت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، وعربت الوكالة عن ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة أكثر ديمومة من الماضي. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات الواقع وسط قطاع غزة. وقد أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات بوصول 3 شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إثر قصف مكثف لطيران الاحتلال لمنزل واقع شمال المخيم وسط القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات. وفي السياق ذاته أطلقت الطائرات المسيرة والزوارق الحربية الإسرائيلية النار على منطقة النواصي الواقعة غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من أن الوضع في شمال غزة بات كارثيا. وفي بيان وقعه رؤساء هيئات من الأمم المتحدة منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثية أخرى، قال المسؤولون فيها إن السكان الفلسطينيين في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف. وجاء في البيان الأممي أن المساعدات الإنسانية لا تتماشى مع حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة من دولة إسرائيل. وأشار البيان الأممي لأن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة. وأشار البيان إلى أن العاملين في المجال الإنساني لا يشعرون بالأمان في أداء مهام عملهم ولا يستطيعون الوصول إلى المحتاجين بسبب القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن في القطاع. أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجمات صاروخية نوعية استهدفت قبيل الفجر قاعدة جليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب مدينة تل أبيب. وبالتزامن أعلنت شرطة الاحتلال أن 19 شخصا أصيبوا في منطقة شارون بوسط إسرائيل، وقد جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إطلاق 3 صواريخ من لبنان. كانت خدمة الإسعاف العامة قد ذكرت في وقت سابق أن 7 أشخاص في بلدة الطيرة الواقعة بوسط إسرائيل قد أصيبوا بجروح. وأفادت قوات الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ هناك، وأنه قد تم اعتراض بعضها من منظومات الدفاع الجوي.
بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين هاتفيا مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير الخطوات الضرورية لخفض التصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن بلينكين ناقش الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع، واستعرض الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين الوضع الإنساني هناك. وقد حث أيضا على اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة المساعدات للمدنيين هناك. وناقش بلينكين وديرمير الجهود المستمرة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر قاذفات B-52 وطائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود، بالإضافة إلى مدمرات بحرية في منطقة الشرق الأوسط. أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن عملية النشر ستتم خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أنه إذا استغلت إيران هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح عسكرية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الرد عليها. أعلنت أوكرانيا أن الجيش الروسي قد نفذ 287 قصفا مدفعيا على منطقة زابوروجيا خلال الساعات 24 الماضية. وقال حاكم منطقة زابوروجيا إيفان فيدروف إن روسيا قد استهدفت 9 بلدات تابعة للمنطقة ونفذت 8 غارات جوية على عدة بلدات أخرى. وقد أكد المسؤول الأوكراني أنه تم تسجيل 16 حالة تدمير للمباني السكنية والبنية التحتية الأوكرانية. تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة كافة الجهود لبناء القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها. واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدفع منطقة شبه الجزيرة الكورية إلى سيناريوهات الحرب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بلاده ستكثف جهودها من أجل الردع التهديد العسكري ومن أجل الحفاظ على توازن القوى في المنطقة، وألقى باللوم على واشنطن وسيول في التخطيط لما وصفها بمؤامرات الحرب أكثر من 20 مرة خلال هذا العام، وهو الأمر الذي لم يترك خياراً لبيونغ يانغ سوى العمل على الردع التام لخطر اندلاع حرب نووية على حد ما وصف. وهذه نهاية الموجز، عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفصل. اهلا بحضراتكم. وزارة الصحة بتقدم نوع من انواع الدعم النفسي للمواطنين باختلاف اشكال الدعم النفسي. الدعم ده موجود ومترجم في حاجات كتيرة جدا متوفرة زي المستشفيات والعيادات الحكومية المتخصصة في الصحة النفسية، كمان هتلاقوه موجود على الانترنت من خلال اكبر منصة وطنية للصحة النفسية. صحيح، وكمان عندنا كلام كتير جدا عن الدعم النفسي المقدم للأسر والأهالي وإزاي بيقدروا يستفيدوا منه من خلال الخدمات المقدمة من جانب الأمانة العامة للصحة النفسية اللي بتترأسها الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة. أهلا بيكي ومنورانا يا دكتور، ودايما ضيفة عزيزة معنا. صباح الخير. صباح الفل. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه هي المنصة الوطنية للصحة النفسية وإزاي نقدر نستفيد منها؟ حضرتك عارفة أن أكتر مشكلة بتواجه المرضى النفسيين مش بس في مصر، في العالم كله، مشكلة الوصمة. الوصمة بتخلي المريض يعني بتصعب عليه اللجوء للعلاج. فالحقيقة احنا حاولنا نلتف حول الوصمة شوية ونقرب احنا للناس، نبقى معهم في بيوتهم. فوجود المنصة على الإنترنت، وجود الخط الساخن على التليفون، بيسهل على الناس التواصل مع معالج نفسي والحصول على الخدمة وهم في أماكنهم. الحقيقة غير أنها بتحارب الوصمة، هي كمان بتساعد الناس اللي عايشة بعيد قوي عن المناطق المركزية أو عن المناطق اللي فيها مستشفيات إن هم ياخدوا الخدمة برضو بشكل سري وطبعا مجاني تماما. طيب احنا طبيعه التعامل على المنصه عامل ازاي؟ يعني لو دخلنا على المنصه ازاي نقدر نوصل للخدمات اللي بتقدمها؟ المنصه الوطنيه بتقدم مجموعه من الخدمات، واحده منهم خدمه التصفح، ان احنا عاملين
صفحة لكل مرض نفسي أو لكل ظاهرة نفسية، فالناس تقدر تتثقف يعني تاخد معلومات عن الموضوع، وممكن كمان يعملوا نفسهم اختبار ذاتي. عندنا اختبارات ذاتية إذا كنت حد مننا بيعاني من مشكلة نفسية، وفي اختبارات متخصصة للاكتئاب والقلق بالذات، وفي اختبارات متخصصة للأطفال. يعني الأب والأم لو عايزين يطمنوا على أطفالهم يعرفوا إذا كان عندهم مشكلة، برضو يقدروا يتابعوا نموهم الذهني والاجتماعي من خلال أسئلة بعض مثلاً؟ اختبارات. اختبار حضرتك تدوس على زرار يطلع لك الاختبار تملاه يطلع لك النتيجة. النتيجة دي بقى بتوجه الناس يا إما ياخدوا مزيد من المعلومات وبعض النصايح، يا إما تحولهم على إنهم يلجأوا لمعالج نفسي. يلجأوا إزاي بقى؟ يحجزوا على المنصة مع معالج نفسي. عندنا مجموعة من المعالجين النفسيين المتخصصين اللي احنا مطمنين من شهاداتهم ومن أخلاقياتهم المهنية، وبنحطهم على أساميهم موجودة بشهاداتهم بصفاتهم. تمام. ممكن نحجز ميعاد، الإيميل بيتبعت للمريض أو للشخص اللي محتاج الخدمة، وبيحدد ميعاد بينه وبين المعالج، وبرضه بيعملوا فيديو كول أو اللي هي اسمها فيرتشوال كلينيك أو عيادة افتراضية بينهم وبين بعض، وفي سرية تامة ومجانا. تمام. مجانا. حلو جدا. ده مهم احنا جدا. كمان هنركز عليه. المنصه فعلا موجود معانا على الهواء دلوقتي، يعني اي حد محتاج يعرف معلومات اكتر عنها او الدخول عايز يختبر نفسه حتى بالظبط. يعني انا دي انا هعملها، انا فعلا هدخل واحاول. لا لازم ضروري جدا في الوقت الواحد يعرف مشاكله ويعالجها بالظبط. يعني كلنا بنعاني من بعض الضغوط، فلو يعني حبينا نعرف احنا وصلنا لمرحله ايه بالظبط من الضغط النفسي، ده مهم جدا. بس يعني خدمه قويه جدا مقدمه في وقت مناسب، لان كثير من الناس بتعاني من مرض نفسي وهم لا يدركوا ان هم مرضى نفسيين في الوقت الحالي. هل هي كلها مرض نفسي ولا في مشكلات نفسيه مثلا؟ لا مشكلات. او بعض زي يعني ما قلت امتى يصنف على انه مرض مثلا؟ ما انا قلت هو المرض النفسي معناه ان انا عندي صعوبه في اني يعني غير الاعراض النفسيه يبقى عندي صعوبه في اني اتواصل مع الناس او اني ابقى بادي وظائفي المجتمعيه. الوظيفه دي ان انا ابقى ام او اب او زوجه او زوج، او حتى وظيفتي في العمل يبقى في صعوبه في التركيز، صعوبه في اني انهي اعمالي في المواعيد المحدده لها. يعني هو الفانكشنينج هو مفتاح اذا كان الواحد مريض او غير مريض، اللي هو اداؤه الوظيفي في المجتمع وفي الاسره. طيب لو حسينا يعني حد تواصل من عبر المنصة والدكتور شاف ان هو لا محتاج المقابلة الشخصية اكتر عشان يقدر يعني يكون في تواصل اكتر مع المريض، بنطلبه بنوجهه لاقرب مستشفى ليه. الحقيقة في خدمة تانية كمان عشان حضراتكم، ممكن يبقى في حد عنده خدمة طارئة، يعني ممكن حد يبقى مثلا بيفكر انه يؤذي نفسه او بيفكر انه يعني اهله قلقانين انه يتهيج او غيره، فعندنا خط من خلال المنصه بيدوس على زرار اللي هو اتصل الان يوصله على الخط الساخن للاستشارات النفسيه، والخط الساخن اللي هو رقمه 16 32 8. ده بيقدم الدعم اللحظي، يعني مش بيبقى معاد بقى، في ساعتها يحصل تواصل مع المريض او اهل المريض، ويبتدي يبقى في تدخل مع المشكله عشان تتحل فورا ما نستناش عليها. يا اما يواجهوه المستشفى اما يتواصلوا معاه بالتليفون ويبقى في تدخل مباشر. طب ده عظيم جدا. هل من خلال المنصه يا فندم، وزي ما حضرتك ذكرتي ان هي بتكون مفتوحه للتقييمات، يعني ممكن انا مثلا ادخل على المنصه وادخل على الاختبار واشوف تقييمي عامل ازاي، كل ده بيبقى موجود عندكم على المنصه، هل ده مثلا ممكن يخليكم تعملوا قاعده بيانات فيؤثر على صناع القرار في هذا الامر تحديدا، في ان هم مثلا شايفين ان في نوع من مش هنقول الامراض مثلا، في بعض المشكلات النفسيه اللي بتواجه فئه معينه، فئه عمريه معينه او في محافظه معينه، فبالتالي نكثف من الوعي في هذه المحافظه او لهذه الفئه العمريه؟ ممتاز طبعا اللي حضرتك قلته. الحقيقه خلانا نوجه مثلا خدماتنا للسيدات اكتر. تمام. لاننا لقينا اكتر من 70% من اللي بيزوروا المنصه من السيدات، فاهتمينا ان يبقى عندنا عياده صحه المراه في كل مستشفياتنا، وتواجدنا كمان في المستشفيات اللي بتتعامل مع امراض النساء والولاده زي مستشفى الجلاء. فاحنا موجودين فيها وبنتوسع حاليا كمان نبقى موجودين في اكتر من مستشفى متخصصه عشان نبقى قريبين للست، ما تحتاجش تروح للمستشفى. الست المصريه مش بس بتسال على نفسها، بتسال على نفسها وبتسال على تربيه ولادها وبتسال على تعاملاتها مع زوجها وبتسال على تعاملاتها في الشغل لو هي امراه عامله. يعني الحقيقه الست المصريه عندها ثقافه عاليه جدا من الناحيه النفسيه. هي مدركه حجم اهميه انها تبقى عندها وعي طبعا بالمرض النفسي الفتره دي، خصوصا ان في اولادنا بيبقوا بيعانوا من الاكتئاب وغيره من الامراض النفسيه، وانا كام او كامهات كتير مش حاسين بده. ده حقيقي. فبيبان بعض الملاحظات اللي احنا دايما نقول ايه، لا معلش يمكن متضايق شويه، سن المراهقه، حاجات كده. ايه العلامات اللي انا اقول لا ده انا لازم الجا للمنصه واقول عايزه مساعده لان ابني مثلا او بنتي رافضين ان هم يتواصلوا بشكل مباشر مع المنصه؟ الحقيقه ان الاطفال بالذات بيبقى عندهم طبيعه مختلفه شويه لمرض الاكتئاب.
يعني الاكتئاب في الولاد ما بيبانش ان هم بيعيطوا او عندهم حزن، بيبان اكتر ان هم رافضين يروحوا المدرسة، عندهم ألام جسدية، بطنه بتوجعه، مصدع، يبتدي يبقى موسوس زيادة، فال يعني مثلا يرتب حاجاته قوي، يتاخر شويه في انه يعمل المهام. فالحقيقه انه يعني بيسموها بالاتيبيكال برزنتيشن او الـ 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 العرض غير التقليدي في المرضى الاكتئاب بالنسبه للاطفال بالذات. فالام لما تلاقي ابنها متغير او الاب لما يلاقي ابنه متغير، اطفال عندهم اكتئاب؟ في اطفال عندهم اكتئاب، بتحصل. عنده كام سنه فندم؟ للاسف بتحصل والله، بتظهر ممكن من سن 6 سنين 7 سنين كمان، ومعظم ده ما شافش اي حاجه تدعو الاكتئاب اعتقد. يعني ما هو بيبقى دايما مش اكتئاب بشكل صريح، ممكن يكون عنده مشكله في المدرسه ومش عارف يتفاعل معاها بشكل واضح. حد من المدرسين، حد من الزملاء. خد بالك التنمر زايد جدا للاسف الشديد مع الاجيال الجديده بسبب الامثله غير يعني عايز اقول انه ساعات بيبقى في قدوه غير حسنه في كتير من الاعمال الدراميه. فللاسف بيبقى في تنمر في السن ده، والتنمر اكتر حاجه بتتعب الاولاد او البنات في هذه المرحله. كتير من الناس بتبقى مش قادره ان هي تروح لدكتور نفسي او متخوفه او بتخجل او بتخاف انها تلجا للطبيب النفسي على اساس ان هو زي ما بنقول كده الوصمه، يمكن زي ما الدكتوره عرفته في البدايه. كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت وسالت الناس في الشارع تخجل او تخاف انك تستعين بالطبيب النفسي علشان يساعدك في حل مشكله ولا لا؟ اجابات كتير وجهات نظر كتير، تعالوا نتابعها مع بعض. مؤخرا انتشرت فكرة الطبيب النفسي، وفي ناس لما بيحصل لها أي مشاكل من أي نوع بتبتدي تسأل وتفكر في طبيب نفسي. فقلنا ننزل الشارع ونشوف هل فعلا كل الناس بتفكر إنها تروح لطبيب نفسي لما بيحصل لها مشاكل، ولا ممكن تحل مشاكلها بأي طريقة تانية. فتعالوا بينا نشوف الناس هتقول إيه. جربت تروح لدكتور نفسي قبل كده تحكي له مشاكلك أو التحديات اللي بتواجهها في حياتك؟ هو لا، الحقيقة ما سبقش ليا، بس يعني هي بتكون حاجة كويسة، بالذات ان انت يعني بتحكي الموضوع ده لحد فاهم او كده، فبيبدا يديك حلول ايجابيه او حاجه تكون مؤثره معاك بسرعه بشكل اسرع. هو مش عيب، بس هو انا مش محتاج دكتور نفسي. هو الحقيقه انا ما جربتش، بس انا شايف انه الامر ده يعني لازم الناس تاخده باهميه شويه. هو اكيد فكرت، بس انا بحس ان انا مشاكلي مش كبيره لدرجه ان انا اروح لدكتور نفسي. تفتكر ليه في ناس بتخاف ان هي تروح لدكتور نفسي؟ هي كان الاول، بس اعتقد مع ضغوط الحياه في ناس ممكن يعني تروح لدكتور نفسي. بالتاكيد يعني هتحتاج مشوره، هتحتاج حاجه. علشان الفكره الماخوذه عامه يعني بيننا وبين بعض ان الدكتور النفسي ده بتاع المجانين او مثلا، فالناس دايما عندها رهبه من الحته دي، لكن هو اكيد هو دكتور زي اي دكتور تاني. ممكن عندهم رهبة من الحتة ديت، أو ممكن بيتكسفوا مثلا. الحقيقة المجتمع عندنا بيشوف إن أحيانا في ناس بتشوف إن ده عيب مثلا، أو عايرك بقى إن أنت بتروح لدكتور نفساني وكده، فبتبص لها من الناحية دي يعني. في ناس بتحس مشكلتها عادي وتافهة بالنسبة لمشاكل ناس تانية، وفي ناس تانية ما بتستناش يعني أقل مشكلة بسيطة بتحس نفسيتها هتبوظ بتروح لدكتور نفساني وتشوف يعني الأحسن ليهم. ايه البديل اللي ممكن تحل بيه مشاكلك من غير الدكتور النفسي؟ ممكن اكيد صاحبك، لو ليك صاحب مقرب ليك مثلا بتحكي له بعض المشاكل بتاعتكم بيبدا يديك حلول او كده، ممكن باباك، حد اكبر منك، اخوك الكبير. بنام بحل بنتنسي اصلا. بقعد مع ماما اغلب الوقت، بنتكلم بقى وكده، ده بالنسبه لي احسن من 100 دكتور نفساني يعني. ربنا يخليك ان شاء الله. هو حاليا بقى في بقى اللي هو اللايف كوتش، وناس ممكن ان احنا نسالهم في شؤون حياتنا لو احنا حاسين ان احنا متعطلين في شيء ما، بيساعدوا الواحد اكتر يعني في حياته. طبعا فئات عمريه مختلفه واراء كمان متباينه. ناخد راي دكتوره منن بقى في الاجابات دي كلها. وانا بس كان في واحد بيقول انا مش محتاج اروح اصلا. شفتي ده؟ هل ممكن يكون حد حاسس ان هو مش محتاج يروح بس هو عنده مشكله نفسيه؟ ممكن طبعا، وارد جدا. وفي الحاله دي بنستعين بالمحيطين بيه، نسالهم بقى هل في مشاكل، وهم المفروض يعني يلجأوا بقى للمتخصص لما يكون عندهم قلق من حاجه زي كده.
انا لفت نظري كلام على اللايف كوتشز بس تحبوا نتكلم عنه؟ طبعا اتفضلي. ايه ابرز الاجابات كمان اللي لفتت نظر حضرتك؟ هو كلمه لايف كوتش كلمه جذابه جدا وطبعا ما فيهاش وصمه، فالحقيقه تخدمنا، لكن لازم اللي يتعامل مع حد اسمه لايف كوتش ليتاكد من شهاداته، لان في ناس كتير جدا بتبقى مش متخصصه وبتاخد الموضوع مهنه، ويعني يا بيقروا على المسرح ويقول كلمتين يا بيقروا ما بيقروش بقى الله اعلم، يعني بتخصصهم ايه ويعني معلوماتهم ايه، عشان ممكن كلمه تاذي او كلمه تهدم أسرة طبعا. فالحقيقة يعني اللي هيروح لحد من دول لازم يتأكد بس شهاداته إيه، ويتأكد إن هو معاه رخصة لمزاولة العلاج النفسي من وزارة الصحة والسكان، لأن من غير رخصة دي مش من حقه أصلا يتدخل مع مريض نفسي أو مع أي أسرة، لأنه زي ما قلت لحضرتك ولحضرتك ممكن يأذي، ممكن يأذي يضيع مستقبل حد، يوجه حد لأنه يأذي نفسه زيادة، ممكن بعضهم يعني بسبب الانتحار طبعًا. اكيد انتوا سمعتوا عن قصص شبه كده، وبعضهم بيهدم اسر وبيؤدي الى طلاق والى مشاكل كبيره في تربيه الاولاد. فالحقيقه محتاجين بس نتاكد من الهويه العلميه لاي حد بيشتغل الشغلانه دي. اللي لفت نظرنا كمان في التقرير ان الشباب هم اللي عندهم وعي دلوقتي اكتر، يعني احنا في سنهم ما كانش عندنا الوعي ان انا ممكن لما احس بمشكله نفسيه لا خلاص انا زي ما قلنا كده اكلم مع ماما، اكلم مع حد من قرايبي، واحده صاحبتي، لكن عمري ان انا هلجأ لاستشاره نفسيه ده مش موجوده كان في جيلنا. جيل الشباب الفتره دي هو اللي عنده الحماس ده وعنده الوعي الكبير ده. ده حقيقي. لو تفتكري احنا برضو يعني انا من جيل اقدم شويه، كان تاثير الدراما التلفزيونيه علينا والافلام السينمائيه كبير، فكنا دايما عندنا او يعني جيلي عنده مشكله انه يفتكر اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، يفتكر عادل امام وشريهان لما كانت بتتكهرب، ويفتكر الحاجات اللي تخوف دي. الجيل الحالي لا، فاهم اكتر وعنده موضه المعالج النفسي ده، يعني بيبقوا فرحانين انه انا رحت للثيرابيست بتاعي، انا خدت رايي المعالج النفسي بتاعي. ففكره ان هم بياخدوا راي حد عشان ياخدوا تصرفاتهم العاديه مش معناها دايما ان هم عندهم مرض نفسي يستحق انه يتحجز في مستشفى، لا، ممكن يكون معناها انه عنده مشكله محتاج راي متخصص فيها عشان ما يغلطش ولا يعمل مشاكل. طيب في التقرير كمان كان في بنوته صغيره كده بتقول انا بدخل انام وبنسى كل حاجه، هل ده ممكن يكون حل؟ هو النوم غالبا بيبقى هروب، لكن الحقيقه النوم من الحاجات اللي بتوزن العقل، يعني النوم مع كتير من امراض القلق والتوتر ممكن يبقى هو الحاجه اللي بتحسن الحاله المزاجيه للمريض، بس طبعا مش دايما بيبقى الحل في كل المشاكل. ده هم كمان بيلجأوا بعض الادويه وبيوصفوها لبعض البنات اللي هي ممكن حاجات مهدئات ومنومات، وبتتقال كمان على السوشيال ميديا بشكل ده. دي اخطر حاجه، عايزه حضرتك فعلا تنصحيهم ان دي خطر جدا. عايزه اقول لحضرتك ان احنا لما عملنا بحث بنتكلم عن الامراض الادمان او اضطرابات الادمان في بالذات في الجيل ده جيل المدارس، لقينا فعلا البنات اكتر لجوءا للاقراص المهدئه من الولاد، فالولاد ناحيه التدخين والمواد الاخرى يعني اللي ممكن تكون بتاذيهم. بس الحقيقه فعلا وصف الذاتي ده والعلاج الذاتي ده شيء سيء جدا، لانه ممكن يعمل يزود المشاكل. في ادمان طبعا. طيب دكتوره، برضو كان من خلال اجابات الناس حد بيقول انا بقعد مع بابا، هل الاب والام يقدروا يقدموا الدعم النفسي المطلوب لحد وليكن عنده مرض نفسي او بيعاني من بعض المشكلات النفسيه؟ طيب هنفرق بس حاجتين، الدعم النفسي والعلاج النفسي. تمام. فالدعم النفسي بالذات لو الاب والام عندهم وعي او عندهم فهم اكتر لشخصيات ولادهم، وده مش متوفر الحقيقه في كل الناس للاسف. مع الجيل الجديد في اهالي ما يعرفوش اولادهم كويس بسبب انشغالهم، بسبب عدم ترتيبهم لوقتهم معاهم وهكذا، لكن لو هم عارفين اولادهم كويس وعندهم قدره ان هم يمتصوا غضبهم ويعرفوا يسندوهم، ده اسمه دعم نفسي وده مقبول. لكن العلاج النفسي لو الولاد عندهم مشكله في قلق مرضي او عندهم مشكله اكتئاب او عندهم مشكله ادمان، مش هيبقى كفايه ابدا الدعم النفسي، هيحتاجوا دايما تدخل متخصص. وزاره الصحه كان في بعض المستشفيات الخاصه للامراض النفسيه، لكن في اتجاه دلوقتي داخل الوزاره ان هو يكون في جميع المستشفيات الحكومه في عيادات خاصه للطب النفسي متاحه وموجوده للجميع. ده اتجاه جديد لزياده الوعي، وان انا زي اخلي الناس اشجعهم اللي عنده مشكله يتفضل، يعني مش كل المشاكل على فكره، في مشاكل عضويه بيبقى اساسها نفسي في البدايه كمان. صح، ده حقيقي. الحقيقه مستشفيات الصحه النفسيه حاليا 24 مستشفى منتشرين في 17 محافظه من محافظات مصر. الحقيقه معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار بيحثونا دايما ان احنا نزود في عدد المستشفيات، وفي حوالي 3 أو 4 مستشفيات
قريبا هيبقوا موجودين على الارض في محافظات جديده او محافظات محرومه من الخدمه. لكن الحقيقه زي ما حضرتك قلتي تواجد العيادات النفسيه في المستشفيات الاخرى بيساعد الناس انها تلجا للعلاج النفسي حتى لو عندها مشكله عضويه. زي ما حضرتك قلتي في امراض اسمها سايكوسوماتيك ديزيز اللي هي المرض اللي ممكن الضغط النفسي مثلا يخلي حد يجيله قرحه في المعده او يجيله امراض المناعه. فكل الكلام ده فعلا لما بيبقى فيه عياده متخصصه في الطب النفسي في نفس المكان بتسهل حياه المريض وبتحسن من مستوى العلاج بتاعه. طيب اوقات يا دكتوره بيكون المشكله الخاصه بالشاب او بالطفل اي ما يكون يعني المشكله متعلقه بالاب او الام، يعني هو بيعاني من مشكله نفسيه او عنده ازمه نفسيه بسبب طريقه معامله باباه ومامته ليه. هل في الحاله دي بنستدعي الطرفين؟ ضروري الحقيقه. يعني من اطول الحالات اللي بتاخد وقت في التاريخ المرضي حالات الاطفال. لان حضرتك مش بتفحص الطفل بس، هنفحص الطفل ووالده ووالدته واخواته. ولو في حد من الاسره عايش معاه بنتكلم معاه، لان ممكن يبقى حد مش باين. يعني انا هحكي لحضرتك حاجه طريفه، ان كتير قوي لما يجي اب وام عندهم طفلين وبيشتكوا من واحد يطلع المشكله من الثاني. يطلع التاني يا اما بيتنمر عليه يا اما بيغيظه يا اما التاني سوسه بيوقعه دايما. فعلا يعني بيبقى نقص في التاريخ المرضي لما اخد المعلومه من المريض بس، لازم المريض والمحيطين بيه. طيب في حاجه اسمه المرض النفسي الساكت، يعني اللي ما حدش بيحس بيه ولا بيعرف فيه خالص غير الموقف معين يتعرض ليه الشخص فبيبدا يظهر المرض النفسي ده. الحقيقه ده موجود في كذا حاجه، من ضمنهم ما يسمى بالماسك ديبريشن او الاكتئاب المقنع. في ناس بيبقى عندها اكتئاب بس مبتسمه وبتتعامل مع الناس عادي وماسكه نفسها ومش باين عليها حاجه، لو اتكلمتي معاه وفتح لك قلبه ممكن يطلع عنده فعلا اكتئاب بس مش مبينه. غير كده اللي حضرتك قلتي عليه، في كتير قوي من الاهالي بيقولوا ما دام المريض هادي ومش بيعمل مشاكل ومش سامعين له صوت يبقى احنا تمام. لا ده مش حقيقي، لان ممكن سكوته ده يطلع وراه امراض نفسيه وضلالات واوهام في دماغه لوحدها مش عارف يعبر عنها. فلازم الحقيقه اي تغيير في شخصيه المريض او في اخلاقه نلجا على طول لحد متخصص نطمن. محدش قال ان هنلزق يعني ولا هنتحجز في المستشفى. صحيح. نطمن بس احنا ماشيين صح ولا لا ولا محتاجين خدمه اكتر. والمهم كمان يا فندم ان الدكتور ده فعلا دكتور متخصص ومعتمد ان هو يقدم الخدمه النفسيه بالشكل المطلوب، لانه المريض في الحاله دي او اللي عنده بعض المشكلات النفسيه بيقول كل اللي عنده، بيحكي كل حاجه بمنتهى الوضوح، فما فيش حد يقدر يدي كل اللي عنده لشخص هو لا يثق فيه، فلا بد فعلا يكون الراجل فعلا عنده مصداقيه وواثقين ان هو فعلا تبع وزاره الصحه. ودي نقطه مهمه جدا حتى بالنسبه لللايف كوتش زي ما الدكتوره قالت، نتاكد ان هو معاه رخصه من وزاره الصحه لممارسه هذه المهنه. مظبوط؟ مظبوط يا فندم. كل الشكر ليك يا فندم، شرفتينا ونورتينا. الدكتوره منى عبد المقصود الامين العام للامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه. شكرا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه وبرنامج صباح الخير يا مصر. تطبيق التوقيت الشتوي بيخلي الناس تاخد راحتها في النوم شويه، لكن بيكون في بعض الاطفال متعودين ان هم يناموا متاخرين، خاصه ان احنا في ايام الدراسه طبعا، وبيحتاجوا لوقت طويل عشان يظبطوا النوم بتاعهم عشان يصحوا الصبح فايقين للمدرسه. والله ما الاطفال بس، احنا كمان. ما هو انت جاي اهو. انت كويس النهارده؟ اه. من ساعه تغيير الساعه؟ اه نمت. الواحد فعلا بينام افضل مع تغيير الساعه، لكن فكره تغيرات النوم دي بتيجي دايما بالتزامن مع تطبيق التوقيت او تغيير التوقيت. طبعا نصائح كتير عايزين نقدمها للامهات ازاي يقدروا يساعدوا اولادهم على تغيير مواعيد النوم، وتفاصيل تانية متعلقه بتغير الفصول. كل هذه التفاصيل هنعرفها النهارده من ضيفتنا دكتوره دينا ابراهيم استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس اللي منورانا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور. اهلا يا اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا. هل في حد ممكن ما يتاثرش بتغيير الساعه؟ لازم كل الناس تتاثر؟ هو أي تغيير في مواعيد نومي أبقى مضطرة ليها ده بيبقى صعب شوية. بس إحنا عندنا مرتين تغيير ساعة في السنة. المرة اللي بتحصل في هذا التوقيت اللي هو التغيير الخريفي إن إحنا بنتأخر ساعة، ده لطيف عادة لأن إحنا بنكتسب ساعة زيادة. خصوصا لو نايمين قبل الساعة 12 فبحس لا أنا وتقريبا صحية في معادي مش متأثرة قوي بهذا التغيير. فايق. بالظبط كده. تمام. المشكله بتحصل اكتر في اني انام واصحى الاقي نفسي ان في ساعه نقصت من نومي. ده اللي التغيير اللي بيحصل اللي هو في شهر 4 او في شهر 3 ده اللي بيبقى اصعب. التظبيطه بتاعته دي اللي بتاخد شويه وقت، وزي ما حضراتكم تفضلتوا ده كلنا.
بيتأثر أكتر الأطفال والمراهقين والسن الكبير دول بيبقوا في مشكلة دايما في تظبيط النوم، لأن أوريدي النوم بتاعهم في صعوبة، الأطفال والمراهقين كده عشان عندهم مواعيد مدرسة، فمضطر يصحى بدري وعايز يروح امتحان ويبقى مركز ويبقى فايق وكده، فده بيبقى صعب. وطبعا الوظائف اللي بيبقى فيها شيفتس برضو دي بتبقى فيها مشكلة. الناس الكبار عشان بيبقى فيه برضو صعوبة في إنهم أصلا يدخلوا في النوم ويصحوا في مواعيدهم، فدي بتبقى مجموعات بتبقى أكثر عرضة إن ممكن ده يأثر عليهم وعلى جودة النوم وإن هم ياخدوا. أنا كأم أتعامل إزاي مع أولادي اللي بيتضرروا من ده وبيحسوا إن هم مش قادرين يصحوا الصبح وتعبانين جدا، خصوصا إن زي ما بنقول كده الوقت كمان بدأنا في درجات الحرارة معتدلة، فالجو بيميل أكتر للخمول وإن أنا مش قادرة أصحى من النوم، أتعامل معهم إزاي؟ أول حاجة إن أنا ما يبقاش هو ده بس اللي هيظبط معاه، هظبط معاه النوم من الأول من البداية، يبقى أنا ليا روتين في النوم. النوم إلى حد كبير عادة، إحنا لينا الساعة الداخلية، في الساعة البيولوجية بتاعتنا والساعة الداخلية بتاعتي. أنا متعودة بنام في الساعة واحدة، الساعة 12 ساعة كده، أنا علشان أغير في توقيت نومي ده بياخد وقت. فمثلا الأطفال أحاول بقدر الإمكان، حتى إحنا الكبار يبقى لينا روتين يومي ثابت ما يتغيرش، عشان لما يبقى في تغيير يبقى تغيير واحد قادر أتعامل معاه، اللي هي الساعة اللي اتقدمت أو اتأخرت. فالأطفال أحاول دايما أن هم يبقوا رايحين في مواعيد ثابتة بدري، يبقوا واخدين كفايتهم، لأن الأطفال بتبقى عندهم احتياج للنوم، احتياجهم للنوم مش بس يبقى علشان هرتاح وجسمي يرتاح، لا، ده راحة نفسية وجسدية وللتركيز وللنمو، حاجات كتيرة جدا مهمة قوي للأطفال والمراهقين في هذا الوقت. في هذا طيب الطبع. حضرتك اتكلمتي عن جودة النوم، هل جودة النوم ده مدة ساعات؟ لا لا، في ناس كتيره فعلا بتقعد في السرير، ممكن انا نمت 11 ساعه بس صاحي مصدع وحاسس ان ما نمتش ولا دقيقه. دي مشكله في جوده النوم مش بالمده، فهي جوده النوم. الراجل عمل عليه داخل السرير خلاص، هيعمل ايه تاني؟ داخل ينام زي ما حضرتك بتقول كده، بيبقى في عوامل اخرى، انا مضغوط، انا متضايق، انا داخل النوم زي ما كنت تفضلت في الفقره السابقه هربانه من حاجه، فانا دماغي شغاله وشكلي نايمه، في عوامل كتيرة، في مرض، في تعب، في وجع في جسمي، فأنا قاعدة في السرير كتير بحاول أنام، النوم متقطع لكن هو ساعات طويلة أنا قاعدة في السرير، فجودة النوم ليها حساباتها غير مدة ساعات النوم. كفاءة النوم حاجة مهمة جدا، إنها بتعتمد قد إيه أنا بدخل في مرحلة النوم العميق. النوم العميق اللي بتتميز فيه خلايا المخ إن هي بتبقى فيه هدوء، النشاط فيها بيقل جدا، فتحس انك نمت، تصحى الصبح نقول احنا حتى الريستوراتيف اللي هو انا نمت النوم اللي ريحني، ممكن ساعتين ثلاثه بس صاحيه فايقه مبسوطه. دي فيها احلام؟ عشان انا كنت سمعت ان جوده النوم مرتبطه بالحلم، لو حلمت يبقى انت فعلا خدت قسط كافي من النوم، نوم عميق حتى لو ما كمان. كانش نوم عميق حتى لو ما كانش المده كانت طويله. ام لا مش شرط. لان احنا عندنا نوعين من الاحلام، احنا عندنا كذا مرحله في النوم، في مرحله دي معروفة بتاعة الأحلام، المراحل الأخرى للنوم ممكن يبقى فيها بعض الأحلام برضو، تمام، بس ما ممكن أحلام مزعجة، ممكن كوابيس، حاسة أن أنا صحية كل اللي أنا عشته الصبح شايفاه بالليل، فما نربطهاش قوي بالأحلام، إلا لو حلم لطيف بقى وحاسة أن أنا صحية مبسوطة يبقى غالبا نمت يعني. طب هو النوم ممكن أقسمه؟ يعني ساعات النوم ممكن تبقى مقسمة، في نوم بيبقى المرحلة الجسم فيها بيبدأ في بداية النوم، بعد كده نوم عميق غيرها، وأفضل ساعات النوم إيه كمان؟ يعني أعرف إن هو من 10 بالليل للساعة 1 الصبح تقريبا. لا مش 10 الواحدة، لا هو هقول لحضرتك حاجة، هو إحنا كل سن ليه احتياجات ساعات نوم. فمثلا لو هنتكلم على الأطفال فبنتكلم متوسط مثلا من 8 ل 10 أو مثلا من 9 ل 11 اللي هم الأطفال مثلا لحد 6 سنين 7 سنين، في فترة اللي هم سن المدرسة والمراهقين بنتكلم في حوالي من 8 ساعات أو كده، ده بيبقى كويس قوي بالنسبة لهم. في السن الأكبر شوية ب 18 سنة وأكبر بنتكلم 7-8 ساعات، ده بالنسبة لهم. طب ما احنا بنقول 8 ساعات دي في شباب أو أولاد بيناموا 8 ساعات دي مثلا من الساعة 9 الصبح للساعة 6 المغرب، زي ما حضرتك بتقولي كده حكاية بقى الشيفتنج بتاع النوم ده، لا ده مش صحي جدا، مش صحي خالص. هو أحسن فترات النوم النوم بالليل، اللي هو مثلا بنتكلم مثلا حضرتك بتقولي كده من 11 لحد 6-7 الصبح، لأن كمان اللي بيعتمد وبيعمل هذا السايكل زي ما بقول حضرتك في تغيرات جسمانية وهرمونية ومواصلات عصبية بتزيد وبتعلى، فأنا محتاجة أبقى منتظمة، وده التوقيت اللي الجسم بيظبط فيه كل الحاجات. لما أنا نام الصبح في هرمونات هتتغير، وده بيأثر حتى على المناعة، على الصحة الجسدية، على الشراهة في الأكل والشهية،
بيأثر على صحة القلب، بيأثر على التركيز والذاكرة والانتباه طبعا. لان ده مش المعاد اللي زي ما بقول حضرتك اللي هو بيعمل النوم اللي هو الريستوراتيف اللي هو استعيد بيه نشاطي، اللي هو فعلا انا استعدت نشاطي، صحي الصبح في كامل نشاطي. طيب مع تغيير التوقيت انا بدات اعود ابني واحده واحده على انه هينام بدري كويس، واحنا كنا معودينهم قبل كده او حتى كنا في اجازه او حتى قبل التوقيت ما يتغير كانوا بيسهروا براحتهم ما فيش مشكله تمام. فيوم في الثاني في الثالث في الرابع بدا يتعود، جينا يوم اجازه، يومين اجازه عند كل الاطفال دلوقتي في المدرسه، وهي دي الغلطه، ما لحقش يتعود اربع ايام ولا خمس ايام وما لحقش. بالظبط، لان من افضل الحاجات ان الروتين يفضل ثابت سواء في الويك دايز في ايام الاسبوع او حتى في الويك اندز، حتى لو هسيب ابني يسهر ساعه ساعتين بحيث اقدر يعني تبقى سهله في تغييرها يعني سهر ساعه، لكن اكتر من كده زي ما حضرتك بتقول هيعمل لخبطه تاني، هنصحى يوم الحد بالخناقه اياها وبنزعق كل البيوت عشان عايزين نصحى عشان نايمين امبارح متاخر، يعني نايمه بدري حتى في يومين الاجازه. يعني حتى لو هسيبه ساعه ساعه ونص بكتير، اكتر من كده ما زي ما حضرتك بتقول كده هيتلخبط تاني، هنقعد يومين ثلاثه على ما نظبط نرجع تاني نخش ويك اند. فاحسن حاجه السيستم يبقى ثابت في كل الوقت، وابقى حتى مفهماه ان ده ناس احسن ليك. في ناس بتثبت السيستم ده صيف شتاء، انا يعني كأم ما بقدرش اعمل ده بصراحه، بس في ناس بتعمل ده وغالبا كل البيوت كده، لان بيبقوا عايزين بقى الصيف والحر مش بيساعد قوي ان هم يبقوا صاحيين طول النهار وكده وعندهم اكتيفيتيز وفي النادي وتمارين اكتر، لكن نحاول بقدر الامكان ان حتى في الشتاء اللي ده اللي انا كمان محتاجه فيه تركيزه انتباهه في المدرسه، محتاجاه يبقى صاحي مش يعني زي ما اقولها كده مقريف، مزاجه مش حلو، مش عايزاه يخش مني مثلا ان هو يبقى مزاجه متضايق متوتر انه مش لاحق انه مش مرتاح ويبتدي يبقى عصبي في المدرسه، ما انا هيبقى عندي دروب باك يعني عندي مشاكل ممكن تحصل بسبب لخبطه النوم دي، ان انا كل يوم لان زي ما حضرتك بتقول كده هو مش هيتلخبط يوم، هيبقى كذا يوم فهيلاقي في حاجات بدات تتراكم، يجي يوم بقى مني مثلا يبقى ليله امتحان الاقيه راح داخل نايم ومش عارف مش عارفه اصحيه، لان في حاجه اسمها السليب دات اللي هو الدين، لو ما خدتش كفايتي في النوم بيبقى عليا دين جسمي هياخده بلا نقاش. هيجي يوم هتلاقي نام كده حرك 10 ساعات وبتشيله مفيش هو ما بيقومش ما بيتحركش. طيب هو في مننا كائن ليلي يعني يحب السهر بالليل وما بيعرفش ينام بالليل، وفي ناس تانية لا بتحب ينام بدري وكده، هل دي صفه مكتسبه لا يعني بناخدها لما بنكبر ولا ممكن تكون من واحنا اطفال عندنا؟ ولو انا عندي طفل كائن ليلي هعمل معاه ايه؟ افاجئ حضرتك انها جينيه. صح فيها جزء جيني. صح فعلا في ناس طبيعتها كده، هي زي ما حضرتك بتقولي من وهم اطفال فيها جزء تحكم جيني. اوكي، في اللي احنا بنسميهم نايت اولز اللي هي الناس اللي بتوع سهر، هم حياتهم بالليل اللي هو بالنسبه لهم الصبح مش عارف تنيميه بدري تنيميه لا 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 الصبح ده مش وفي العكس لازم انام بدري واصحى بدري، بدايه اليوم عندي من الساعه 6 هو ده نشاطي، الساعه 10 انا مش موجود. فعلا في ناس كده، بس طبعا كل حاجه حتى لو جينيه او وراثيه فيها عوامل بيئيه وعوامل زي ما حضرتك بتقولي كده تعليميه، ما هو ده لازم هيصحى الصبح للمدرسه وللكليه وللشغل. فممكن تدريبها او تطويعها لما نحتاجه في حياتنا اليوميه واحتياجاتنا الوظيفيه او التزاماتنا. طيب دكتوره، بعض الاشخاص بنصفهم بان هم متقلبي المزاج يعني. فالنهارده هو جاي لطيف وصباح الخير وودود جدا مع الناس، وتاني يوم جاي ما بيقولش صباح الخير ومكشر. ده ممكن يكون بسبب النوم؟ في جزء منه بيبقى النوم، بيبقى عندهم مشكله في النوم، تقلبات المزاجيه دي موجوده في ناس كتير جدا، وفي جزء منها بنحصل وبنشوفه كمان زي ما حضرتك بقى قلت في هذا التوقيت اللي هو الخريفي دخول الشتاء، ناس كتيره بتبقى مزاجها مش حلو، كمان لو ما نمتش مع تغيير الساعه خليني لا مزاجي الفتره دي مش حلو، مع ان الدنيا بتليل اكتر يعني بنقعد ليل فتره وبدري، فده بيبقى عامل له توتر، في ناس فعلا بتعاني من ده بس مش للدرجه التي تعيقه، لان لو اعاقته عن اداء وظائفه وحياته والتعامل مع الناس الثانيه هنا اصبح مشكله ومحتاج مساعده بقى. تمرد الطفل لان هو يدخل ينام، امهات بتلجا للصوت العالي والصراخ، وده بيعمل طبعا حاله النفسيه للطفل قبل ما ينام، يقول لك لا بلاش تنيميه على كده، لازم ينام على قصص هاديه على طريقه معينه، ازاي ادخل ابني او بنتي في مود النوم بطريقه فيها يعني هدوء كده؟ هو مش عايز ينام ليه؟ عايز يلعب، عايز اليوم ما يخلصش، لسه في حاجات عايز يعملها. نحاول نعمل معاه الديل، نبتدي بالديل، لا احنا هننام
احنا علشان لازم نصحى بدري، اللعب مثلا انت عايز تعمل ايه، طب بكره الصبح اول ما نصحى هنعمل ده، بنحاول نعمل معاه الديل ونبقى حازمين جدا. لان زي ما بقول حضرتك، ما انا مش النهارده منيماه الساعه 3 وبكره قررت انام الساعه 10، مش هينام. مستحيل. لازم ابقى عامله معاه الديل ومعوداه، انا حتى لما بتحرك بتحرك في رينج هو يتقبله. ونبقى متعود خلاص. واهم حاجه ان انا اشيل سمارت فونز، تابلت، اي حاجه فيها الجيمز، الحاجات دي، لان دي بتوترهم وبتشدهم، لان هي بتدي البلو لايتس دي بتدي اضاءه كانه صاحب النهار. فحضرتك تقول يلا خش نام، اروح سحباه وخش نام، لازم هيقعد فتره لحد ما التغيرات بقى اللي بتحصل في اول النوم اللي هو موجات المخ تهدى عشان يعرف يدخل في النوم، دي هتاخد منه وقت. انا وانا الاطفال صغيرين فعلا كنت الحاجات دي لازم تطلع بره الاوضه اصلا، تتحط في اوضه ثانيه وهم نايمين. بالظبط. وكمان الاكل، الشيبسي والحاجات اللي فيها شوكليت وكده، والشوكليتس والبيبسي والكافيين والحاجات دي كلها غلط جدا على الاطفال، والسكريات العاليه قبل النوم، لان ده بينشطهم زياده فيخليهم رافضين حتى فكره النوم. طيب دكتور، خلينا نعدي سريعا كده على اكتئاب تغيير الفصول. تمام. احنا دلوقتي في تغيير فصول دلوقتي، وبعض الناس زي ما حضرتك ذكرتي من شويه بيجي له حاله كده من الاكتئاب او اكتئاب موسمي زي ما بنقول. تمام. ازاي نقدر نفرق ما بينهم؟ هل ده فعلا ليه سبب مبدئيا؟ وازاي نقدر نفرق ما بين ان الاكتئاب ده اكتئاب موسمي وان الشخص اصلا عنده اكتئاب لكنه ما يعرفش؟ طيب، هو زي ما حضرتك بتقول كده، الاكتئاب الموسمي او اللي هي الاعراض بتاعه اللي احنا بالبلد كده قليل، مقريف، مزاجي مش حلو، انا ما بحبش دخله الشتاء، الدنيا بتليل كده فمزاجي مش لطيف، ده ممكن بقى ايه، يروح النادي، طب اصحى بدري، يمشي في التراك، يمشي كده. لكن رغم ان هو متضايق ومقريف، اهم فرق بين ان عنده مرض ومحتاج مساعده وان هو اوكي ده هتعدي اول لحد بس ما يتعود على الشتاء والدنيا بتمشي اول اسبوعين ثلاثه كده، ان هو وظايفه الحياتيه كلها كويسه، بمعنى قادر يؤدي وظيفته، بينام كويس، علاقاته ما تأثرتش بمشكلة، بيأكل كويس، أموره، مزاجه مقريف، بس في العادي لو قاعد وبالنهار والدنيا والناس قاعدة لطيف أنا متقبل ومتعامل. إمتى بقى يبقى مرض وزي ما حضرتك بتقول تقلب مزاجي واكتئاب موسمي ومحتاج مساعدة؟ بدأ ده كله بقى يتأثر، النوم، الشهية، اهتمامه بنفسه، عدم قدرته على التركيز أو أنه يتعامل مع الآخرين، يبقى فيه انعزالية، مش حابب أنه يخرج من البيت أو يشوف حد. بدأنا هنا فتبقى فيه أعراض مرضية وتبقى مستمرة معاه وتعيقه عن أداء وظيفته سواء الأسرية أو العملية في الدنيا. يعني احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، ويمكن احنا استفدنا بشكل كبير جدا ازاي نتعامل مع اولادنا، خاصه في تغيير الساعه وتغيير التوقيت، وكمان مع بدايه المدارس فبتبقى صعبه شويه عليهم. يا رب كده نكون قدمنا نصايح مهمه كده النهارده لمعظم الاهالي. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتينا الدكتوره لينا ابراهيم استشاري الطب النفسي جامعه عين شمس، شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا يا فندم. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.